بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن يعني بارك ويسر في هذه الجلسات الطيبة، واليوم هو ثالث هذه الجلسات، جلسات ورش البرنامج التنموي والمشروع التنموي للمدينة المنورة لما بعد كوفيد 19. هذا الوباء الذي اجتاح العالم وأثر على كافة مناحي الحياة في كل أنحاء المعمورة، واليوم نناقش بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وسمو نائبه الامير سعود بن خالد الفيصل يحفظه الله، هذه المواضيع التنمويه التي تترابط فيما بينها لتكون برنامجا متكاملا للمدينه النبويه والمنطقه كافه لما بعد هذا الوباء. والشكر الجزيل لمعالي رئيس جامعه طيبه والفريق الجهبذ الذي عمل على هذا العمل الدؤوب، فمعالي الرئيس لم يوفر جهدا حقيقة في من جهود صحيح. الجامعة ومقدراتها لإخراج هذا العمل بالصورة التي تليق بالوطن وتليق بالمدينة المنورة، هذه المنطقة الغالية على قلوب الجميع. وأرحب بالضيوف الكرام، المهندس نواف عطاونة من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور خالد السريحي من مركز الدولي للأبحاث والدراسات، والدكتورة جواهر بنت عبد الله المهنة من وزارة التنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإن شاء الله معنا حتى تكون الأخت نور العبد الكريم من بنك التنمية الاجتماعية، وكافة الضيوف والحضور الكرام والمداخلين أيضا. أهلا وسهلا بكم جميعا في ثالث هذه الجلسات، ونستهل اليوم يعني فيما بعد تحدثنا في الجلسة الأولى عن الممكنات لهذا البرنامج التنموي وماذا ينبغي أن يكون يتوفر في المنطقة حتى ينجح هذا البرنامج، ثم تحدثنا في اليوم الثاني عن الاستثمار وريادة الأعمال كآلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي بمنهجية طبقها البنك الإسلامي للتنمية في عدة دول، وبحثنا ما هي ما لها وما عليها وما هي هذه مفهوم التمكين الاقتصادي وكيف طبق، وماذا لدينا في المدينة من ممكنات وكيف يمكن أن نستثمر هذه المنهجية في المدينة المنورة المنطقة كافة. واليوم ننتقل إلى جزء مهم وحيوي من أجزاء التنمية التي عولت عليها هذه الرؤية المباركة، رؤية المملكة 2030، وهي القطاع غير الربحي. كيف يمكن للقطاع غير الربحي أن يتحول تنمويا ليكون جزءا مهما من نقل المستفيدين من هذا القطاع من الرعوية للتنموية كما يقال، ويكون يدا عليا منتجة بدلا من أن يعطوا فهم يعطوا بإذن الله. ولهذا الحديث حقيقة يعني جبنا مجموعة أو يعني استضفنا مجموعة من الضيوف الكرام من مختلف الخلفيات والخبرات. ما نبدأ بالمهندس نواف عطاونة يعني يتحفنا ماذا حصل على أرض الواقع في أحد الصناديق التي عملت على أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني للتمكين الاقتصادي، وكيف عملوا مع المنظمات الغير ربحية هناك. نترك لكم المجال، تفضل سنوات. طيب، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر إمارة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي نائب الأمير سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل، وأشكر معالي رئيس الجامعة الطيبة وجميع الأخوة الحضور، وأشكرهم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن أحد تجارب البنك الإسلامي للتنمية العملية في فلسطين، والتي بدأناها في العام 2006 إلى العام 2016. وسأعرض إن شاء الله يعني أنا كنت في كافة مراحل هذا العمل، في مراحل التخطيط والتنفيذ في فلسطين، ثم مع الأمم المتحدة، ثم انتقلت إلى جدة، وإن شاء الله سأدخل مباشرة إلى النواحي العملية، إذا ما عملنا بالضبط، ماذا خططنا، ماذا أنجزنا، وكيف عملنا يعني وصلنا إلى استراتيجية التخارج. الآن سأبدأ في ال طيب العرض الشاشة. بسم الله. أخي البرزنتيشن ما ظهر، يعني
هو مش ظاهر عندي، بس يعني اشوفه ولا الان. احنا يعني سكرين شير ولا لو لسه ما ادري. امسك السبورت الله يحفظك. عندك الصلاحية تقدر تعرضه على انا الشاشة. عندي، انا اي نعم. اي عندك انت، عندك انت. نعم انا ابحث على الملف. طيب انا بعثت طيب لك كمان اذا الفايل. طيب ما هي مشكلة. احنا يعني نبدأ يعني ايضا دكتور خالد سريحي الله يحفظكم، يعني كرما الله يحفظكم، عندكم تجربة كانت مؤخرا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضا كان مركز مداد، مركز الدولي لأبحاث الدراسات، لديه يعني خبرات عدة على القطاع غير الربحي في المملكة، وأصدرتم تقريرا مؤخرا على دور الجهات في الجائحة. هل تعطونا فكرة لو سمحتم دكتور عن الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أشكر إمارة منطقة المدينة المنورة وأيضا الجامعة الطيبة على هذا المنطقة المبارك. بالنسبة للسؤال، جمعيات الأهلية وضعها مع جائحة كورونا في بداية الجائحة وبداية الأزمة، الناس كلها كانت مندهشة، ولا الاحترازات والخطوات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الإنسان المواطن والمقيم في البلد بطريقة جدا رائعة. الناس من أول مرة تمر عليها نموذج عمل مثل هذا، فسبب يعني أنا في الأسبوعين الأولى كان الوضع غير مرتب، ثم بعد ذلك انطلقت الجمعيات وقدمت يعني برامج توعوية وبرامج إغاثية وبرامج مساعدات للمجتمع وفق الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة واللجنة المختصة بذلك. فكان هناك الحمد لله يعني حسب الدراسة اللي طلعناها والاستطلاع اللي طلعناه أنه هناك رضا عالي جدا ويوصل إلى ما يقارب 70% من المجتمع على دور الجمعيات، وأنه قدم الدور جيد مع الأزمة، مع أنها جديدة على الجميع، على الحكومة وعلى القطاع الخاص وعلى القطاع الخيري أيضا الأهلي. وهذا يعني نتيجة جدا ممتازة أنه في جاهزية لا بأس فيها لدى الجمعيات التي قامت بهذا العمل. وإن كنا نحن كمراقبين وكباحثين في الميدان نرى أن القطاع ككل كقطاع لم يعمل بكل طاقته وبكل إمكانياته، لأن وجدنا هناك يعني جمعيات هي الذي عندها كانت المقدرة على أن تبدأ وقت الأزمة ووقت الاحتياج بسرعة، وانطلقت، وهذه كان عندنا الجاهزية عالية جدا لأن عندها بناء مؤسسي متكامل. وهناك جمعيات أخرى لحقت بها، تقريبا تأتي مرحلة الجمعيات اللي احنا نسميها متوسطة اللي موظفينها في حدود 20 و30 موظف، أما الأولى ف50 موظف فما أعلى. ثم في جمعيات متوسطة وجمعيات صغيرة إلى الآن أنا أقول لم تكن متجاوبة بشكل جيد مع جائحة كورونا. وهنا كان دور يعني الوزارة جزاهم الله خير، ودور مراكز التدريب، ودور مراكز وبرامج التوعوية، ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به القطاع الأهلي في ظل هذه الجائحة. هذا التقرير انتهينا منه، كان هو عبارة بعد مرور شهر من الأزمة. الآن حنا في جالسين نعد لتقرير آخر ما بعد الأزمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن تنتهي الأزمة على خير. إلى الآن حنا في داخل الأزمة ما انتهينا. انطباع المجتمع السعودي من سعوديين ومقيمين عن أداء الجمعيات، وأيضا المسؤولين عن أداء الجمعيات في ظل أزمة كورونا بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يعجل انتهائها قريبا. وهذا يعني العمل الجذب. فالنتيجة الإجمالية أنه في رضا لا بأس به أن تكون متوسط أو أعلى من المتوسط عن أداء الجمعيات في الفترة الماضية. حنقيس هالرضا مرة أخرى إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى. هذا ملخص التقرير يا دكتور معاذ. شاكر لكم دكتور خالد. شاكر لكم دكتور خالد. نعود للمهندس نواف وشوف ما شاء الله العرض موجود على الشاشة. طبعا الشرائح دسمة مهندس نواف، ولكن حقيقة التجربة هي دسمة، ولكن حتى يكون النقاش يعني كما يقال يعني ذو طبيعة تحاورية، يعني تكرما نعرج على الأرقام المهمة والإحصاءات والتجربة مع منظمات القطاع غير الربحي بالذات، وهذا هو محور التركيز. تكرما
تفضل. إن شاء الله سأذهب إلى النقاط الرئيسية مباشرة. البرنامج كما علمتكم هو برنامج استطلاعي بدأه البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين في العام 2006-2007 إلى 2018. كان هدفه نقل مجموعة من الأسر الفقيرة ومن مرحلة تلقي المساعدات، وهي كانت تتلقى المساعدات، إلى مرحلة التمكين الاقتصادي وامتلاك مشاريع وتصبح مديرة للدخل. أهم ما يميز البرنامج الاستهداف الدقيق لأكثر العائلات فقراً والتي تملك قدرات لسبل العيش. هذا عبارة عن منهج علمي كامل، سأتعرض لبعض تفاصيله، وهو العنوان إذن الاستهداف الدقيق. العنوان الثاني الشراكة بين المنظمات الأهلية والفلسطينية والعائلات نفسها، الشراكة ما بين الجمعيات والعائلات والحكومة والممول، كانت خليط من الشراكة الفعالة. ايضا البرنامج تبنى منهج تشجيع الابتكار والابداع لزياده وكفاءه اللي هو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في فلسطين، وتصميم البرنامج، وهذا من اهم ايضا الاشياء، تصميم البرنامج بالاعتماد على النتائج وليس على المخرجات. نحن نريد نتائج على الارض، نريد اسر تخرجت من الفقر واصبح عندها دخل في نهايه الشهر. الأهداف الأساسية كما تعرضنا هو التمكين الاقتصادي وتخريجهم من الفقر، توسيع قدرات مؤسسات المجتمع المدني، تعزيز نهج التمكين الاقتصادي عند مؤسسات المجتمع المدني، بناء القدرات المؤسساتية لفريق البرنامج وللمؤسسات التي تعاملنا معها. ميزات البرنامج كان يقوم على ست ركائز أساسية. الاستقلالية، ماذا أعني بالاستقلالية؟ أعني أن البرنامج كان مستقل في حد ذاته، لا يقع تحت تأثير ضغط سياسي ولا حكومي ولا أي طرف، كان عبارة عن مجموعة من الشراكات. عملنا في أصعب الظروف في فلسطين، في القدس وفي الضفة وفي غزة، ولم نتأثر بأي وضع سياسي داخل فلسطين بسبب حوكمة البرنامج. يقدم حزمة متكاملة للأسر من تدخلات مالية وخدمات غير مالية ورعاية وتدريب، وبالتالي النتيجة هو حصول على مشروع يدر للدخل مبني على الاحتياج. كمان هذا نهج جديد كان في فلسطين، هو أن نؤسس المشروع بحيث يكون مبني على احتياج الأسرة وليس على رغبة الممول أو رغبة مدير المشروع، ولا فقط على احتياج الأسرة بالتخرج والتمكين الاقتصادي والحصول على دخل في نهاية الشهر. التعاون الفعال ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والممولين والمؤسسات الدولية، حتى تطوير القدرات كان لابد من إعطاء اهتمام عالي جدا لتطوير قدرات مؤسسات أو الجمعيات الشريكة معنا، وتطوير قدرات الأسر وتطوير قدرات الناس الفاعلين في المشروع. أيضا استدامة الأثر التنموي والموارد المالية هو من أهم الركائز، وسأوصل إلى الاستدامة والتخرج وماذا أنجزنا في هذا الموضوع. هذا إذا انتقلنا من منهج فلسطيني كان موجود في فلسطين، كان طبعا قبل قدوم السلطة مئات بل آلاف الجمعيات والمؤسسات اللي موجودة، وكان دائما هي تشتغل على مشاريع عشوائية إلى حد ما بناء على رغبة الممولين. كان تعرفوا كمان فلسطين كانت منطقة مستهدفة من الممولين الأوروبيين والغربيين وإلى آخره، فكانت عبارة عن مشاريع. وصل المشروع، اشترينا المشتريات حسب الخطة وخلص روحنا، لا قياس للأثر، لا تحليل للنتائج، لا حتى سؤال المستفيدين عن رغبتهم ولا عن احتياجهم الحقيقي. مشاريع كانت تتضارب فيها الأدوار، مشاريع لا يتم فيها تعاون، مشاريع فيها دوبليكيشن. كل هذا النهج غيرناه في البرنامج والحمد لله، وانتقلنا إلى نهج تشاركي قائم على التشاور والتشارك والتفاعل. مراحل العمل الأساسية لأي أسرة، أعلننا أحضرنا طلبات. طلب الالتحاق أيضا هو عبارة عن طلب بسيط جدا لأي أسرة، عبارة عن 12 سؤال وأجوبات بسيطة، وهي عبارة عن كارت بوفرتي سكورينج كارد، كارت قياس الفقر. هذا ال 12 سؤال لما بيتعبى للأسرة بنروح بنفرغه على جهاز الكمبيوتر، بيكون عنده مدلولات رقمية بتعطينا الأسرة هل هي تحت خط الفقر ولا فوق خط الفقر، وأين موقعها من خطوط الفقر الوطنية. ثم بعد ذلك نعمل مطابقة للأسر مع المجالس البلدية ومع الجمعيات ومع المجالس القروية، ثم نحلل الأسرة باستمارة سبل العيش المستدام سأتعرض لها، ثم نصمم الجدوى الاقتصادية للمشروع معا، الفريق المشروع مع المؤسسة مع الأسرة، لا نفرض عليهم المشروع، نتناقش إحنا وياهم في هذا المشروع، ثم نحضر الدورات التدريبية أو أنواع التدريب على مسك الدفاتر والمحاسبة والتسويق لهذه الأسر، ثم ننفذ التدخل. وتنفيذ التدخل أيضا لم يكن عشوائي، كان دليل إجراءات للبرنامج، ماذا نشتري وعلى الحدود والسقوف وماذا نعمل حتى نحصل أفضل المشتريات بأقل التكاليف. ثم المراقبة والتقييم وقياس الأثر، كان هذا برنامج أيضا موجود.
مستويات الفقر. أيضا حتى كنا نراعي عندنا خط الفقر المطلق وخط أو العادي والمدقع، وكنا نراعي الأسر التي تكون تحت خط الفقر المدقع ما زال بحاجة إلى مساعدات مالية، ما زال بحاجة إلى مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية. الفقراء النشطين كنا على طول ندخلهم على البرنامج مع تدريب ونعطيهم التمويل أو نبني معهم المشروع. فكنا نسأل أين احتياجات الفقير، ما هي أكثر، أي الفقراء أكثر تأهيلا لقيادة المشاريع، ما هو المشروع الملائم، هل نفس المشروع الذي يلائم المؤسسة يلائم الأسرة، ماذا ينتظر منا الفقير، كيف يمكن أن ننقل الفقير من الفقر إلى الاكتفاء ومن ثم العطاء. هذا كان القاعدة الأساسية. هنا هذه المنهجية التي استخدمناها في التمكين الاقتصادي، وهي كما تعلمون أي أسرة في العالم عندها خمس أنواع من رأس المال. عندها رأس مال بشري يتمثل في الإنسان القادر على قيادة مشروع، إذا كان الأب، الأم، الأخ، الأخت، الطالب، الخريج، هذا رأس المال البشري هو العنصر الأساسي. ثم نبحث هل يوجد عنده أي وفرات رأس مال مالي، أي نوع من رأس المال المالي. ثم نبحث في الأسرة هل يوجد رأس مال تجاري، هل يوجد تراكتور زراعي، هل يوجد مصنع صغير، هل يوجد عنده مصدر طبيعي، هل يوجد قطعة أرض نبني عليها المشروع. ثم رأس المال الاجتماعي كنا نبحثه أيضا، هذا مهم، علاقات هذا الرجل أو علاقات هذه الأسرة الاجتماعية مع محيطه، لأنه هذا المحيط إذا كان عنده علاقات طيبة سيكفله وسيدعم دخوله إلى المشروع وسيتضامن معه. كنا نبحث هذا الموضوع. هذه الخمس رؤوس رأس، الخمس أنواع من رأس المال كانت تتعرض للسياسات الحكومية، لمؤسسات القطاع الخاص، للقوانين، للثقافة. فهذه التداخل يؤدي إلى أنه تكون الأسرة في الهشاشة أو فوق الهشاشة أو تحت. ثم نبحث عن سبل العيش الملائمة لهذه الأسرة لتخريجها من الفقر. المخرجات، يجب أن تعطينا المخرجات، زيادة الدخل يجب أن تعطينا المخرجات، تحسن في ظروف هذه الأسرة يجب أن تعطينا، في انخفاض انكشافه وتعرضه للفقر مرة أخرى يجب أن تعطينا زيادة في استخدام المستدام لقاعدة المواد الطبيعية. وإلا إذا بيكون تدخلنا مشابه لكل التدخلات الخيرية السابقة. إحنا الآن نعمل تدخل نوعي لنقل نوعية. التمويل الإسلامي الأصغر في قلب العاصفة، في قلب الحدث، ليس هو الوحيد وإنما هو في قلب المشروع. فبعض الناس يحتاجون إلى مرافقة للتأهيل، وبعضهم يحتاج إلى مساعدة في تحديد المشروع وتأسيس المشروع، وننقلهم إلى مرحلة التمويل لتأسيس الشركة ولشراء المنتجات والمقتنيات. الاختيار الدقيق هنا سأعطي مزيد شوي في التفصيل. كيف أخذنا 140 مؤسسة أو 140 جمعية أو 40 من 140؟ جبنا أول، أعلننا في الصحف المحلية عن البرنامج وعن استقطاب عروض أو عن استقطاب اهتمام، سمنا expression of interest، مين مهتم معنا يشتغل في هذا الموضوع. في الجريدة الرسمية نزلنا الطلب. إجا لعندنا 100 على مرحلتين، كان طبعا مرحلة في 2007 ومرحلة في 2012، وصل لعندنا 138 جمعية. الآن ماذا عملنا؟ عملنا pre-qualification، تأهيل مسبق لهذه الجمعيات بناء على معايير دولية محكمة، إذن حتى في معهد ماكنزي درسنا حوكمة هذه المؤسسات، درسنا هل لديها مجالس أمناء ومجالس كذا، وعندها segregation of authorities، هل التواقيع، كل هذا درسناه، درسنا تقاريرهم المالية، درسنا vision، mission، الحوكمة، الطموح تبع هذه المؤسسات، درسنا أهداف هذه المؤسسات، شكلنا لجنة فأخذنا أفضل 40 جمعية من هذه الجمعيات وأفضل 6 مؤسسات تمويل إسلامي أصغر. ثم عرضنا شروط مرجعية للمشروع ودرسنا المشاريع المقدمة من هذه المؤسسات، وشفنا وألفنا لجنة تقييم محايدة من 3 وزارات. كان عندنا مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية والعمل، كان عندنا الأمم المتحدة ومندوب خارجي، والأمم المتحدة تمثل البنك الإسلامي للتنمية، وكان ممثل البنك في فلسطين أيضا. بالتقارير كنا نقيم تقييم فني وتقييم مالي للمشاريع. التقييم الفني مدى استجابة البرنامج أو المشروع المقدم لأهدافنا، لأهداف المشروع، للتخريج من الفقر، هل هذه المؤسسة قدمت هذه المشروع فقط لتأخذ النسبة الإدارية، هل كل هذا كنا نحلله ونحط عليه علامات. أيضا ليس تحليل ما يعني كان عفوي، وإنما موضوعي مدقق بأشياء علمية. أيضا نسبة الموازنة الإدارية، عدد الأسر التي سنخرجها من الفقر، كنا نأخذ بعين الاعتبار. بالمحصلة أهم ملامح التحول التي حدثت عند المؤسسات التي عملنا معها، ترخيص نهج سبل العيش المستدام والتمكين الاقتصادي عند هذه المؤسسات، والنظر إلى تدخلات تنموية مستندة إلى احتياجات حقيقية ذات أثر طويل الأمد، مهم جدا. تبني سياسة النقاش والتفاعل والقرار المشترك،
التفاعل كإطار تكاملي للتفكير، لا أروح على الأسرة أقول له أنت مشروعك خمس غنمات 20 رأس أبقار، أبدا. تفاعل تشاركي كله، هذا كله بالتفاعل المشترك وبدراسة خبرة هاي الأسرة وقدرتها. لا أقول له أنت خبير في التمور ولا كانت تأتي المشاريع سابقا معنوني خلص توزيع أشتال الزيتون، توزيع أشتال العنب، توزيع ما بدون دراسة، يعني الآن في دراسة ماذا تحتاج الأسرة وبالقرار التشاركي. أيضا كانت الشراكات بين هاي الجمعيات ضعيفة، وكان تضارب في الأدوار ما بين الوزارات والحكومة والجمعيات والممولين، يعني كل واحد يشتغل على رأسه. الحمد لله طبعا تعبنا، ولكن وصلنا إلى إقامة شراكة قوية وجبنا الجميع يأخذ القرار، لم نهمش أحد، جبنا الجميع يأخذ القرار ولم نسيطر، يعني كنا جزء مسهل للعملية. الآن هذا أيضا مهم، كل دولار واحد، كل دولار أنفقناه على بناء القدرات كان عنده دبل إفكت، كان عنده تأثير مضاعف، لأنه بنينا في الإنسان، بنينا في الباحث الميداني، بنينا في المؤسسي، وكان أثر هذا البناء واضح على الناتج، على المشروع الذي تبنته الأسرة. فكل دولار صرفناه عنها كان عنده أثر مضاعف. ماذا عملنا مع المؤسسات؟ درسنا، زودناهم بأدوات تقييم الاحتياجات المؤسساتية، يعني علمناهم كيف يقيموا الاحتياجات، علمنا مدراء المشاريع كيف يديروا عمليات المشاريع مع مانيوالز مكتوبة ومدربة، علمناهم دليل العمليات. الباحثين الميدانيين، أعطيكم الآن الرقم، 250 باحث ميداني أصبحوا يمتهنوا التمكين الاقتصادي ومناهج العمل في التمكين الاقتصادي. أيضا عدد كبير من الباحثين الميدانيين في مؤسسات التمويل أصبحوا خبراء في التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليس فقط مرابحة، البيع السلام المضاربة الأدوات الأخرى. أيضا ساعدنا مؤسسات التمويل الإسلامي على تصميم منتجات ملائمة للفقير، نيو برودكتس، أنظمة معلومات جبنا لهم، عملنا كيف يأخذوا التقرير، كيف يعملوا مؤشرات الأداء، ما كان هذا سابقا موجود. بالأرقام كان البرنامج بدأ في 2007 29 مليون دولار بايلوت استطلاعي، كان على 4700 أسرة. 29 مليون دولار كنا ماخذين منهم 2 مليون دولار بناء قدرات وتدريبه، لأنه إحنا عم نجيب منهج جديد، يعني لا يمكن تجيب منهج جديد بدون ما تعلم الناس عليه، يعني دخلنا البنك بقوة البنك على فلسطين ندخل هذا المنهج. فارتفع حجم البرنامج إلى 140 مليون على يعني في المرحلة الثانية أخذ كمان 100 مليون، ضفنا أيضا كمان 3 مليون لتطوير القدرات، والحمد لله كان توسع البرنامج بسبب النجاح، وكان سبب الشراكة كان ممولين بالأساس التمويل العربي بالأساس. الكور فند تبع هذا الموضوع الصناديق العربية، الدول العربية، صندوق الأقصى، البنك الإسلامي. ثم اجتذبنا اليابانيين والسويديين والاتحاد الأوروبي أوفد، مجموعة من الممولين الغربيين، وكان وتبنوا هم فكر البرنامج. فالآن عندنا 40 مؤسسة أو جمعية مؤهلة تشتغل، الآن أصبحت هاي الجمعيات بعد انتهاء البرنامج تكتب مشاريعها على نفس النسق وتطلب من الممولين. عندنا 49 مدير مشروع تدرب، عندنا 250 باحث ميداني أخذ كافة، الآن يستطيع أن يدرب، يستطيع أن يدرب على المنهاج نفسه. أن ست مؤسسات تمويل أصبحت أكثر كفاءة في العمل بالتمويل الإسلامي الأصغر ومتوافق مع الشريعة. أن ثلاث وزارات حكومية كانت إنفولد، ودربنا موظفين الوزارات خصوصاً وزارة التنمية الاجتماعية، وأصبحوا يتعاطوا النهج تبعنا. طيب نتائج البرنامج، أهم بالنسبة لنا كان من أهم نتائج البرنامج إنه الحكومة اعتمدت البرنامج كنهج للتمكين الاقتصادي على مستوى الدولي. 250 موظف مدربين، 16,000 مشروع أنتج على الأرض، تطوير معرفي ل 4,000 ما يقل عن 4,000 شاب وفتاة من الخريجين الجدد، 13,000 أسرة أخذت خدمات اجتماعية مرافقة، ليس التمكين ولكن بعض الممولين أعطونا تحسين السكن، الأشياء يعني اجتماعية، تعليم، عمليات طبية صحية، 50,000 فرصة عمل، هاي الأرقام من المقيمين ومقيمين مستقلين مش من عندي. 50,000 فرصة عمل، الدخل السنوي منها من مجموعة هاي لزاد ل 270 مليون دولار سنويا، يعني مجموعة من هاي الأشياء المقاسية. البرنامج أخذ في 2007 جائزة الإبداع العربي على النهج في 2007. في 2008 أحد مؤسساتنا اللي دربناها جمعية الشبان المسيحية تبنت التمويل الإسلامي الأصغر، هي جمعية عريقة في القدس، تبنت النهج التمويل الإسلامي وأخذت جائزة الإبداع العربي لأنها على التمويل. أيضا الفلسطين أخذ جائزة الفلسطين الدولية في الإبداع والتميز، كان أفضل برنامج تنموي في فلسطين على مستوى كل الممولين والبرامج.
الآن ما هي نتائج العملية؟ ماذا قرر بدعم كبير من معالي رئيس البنك الدكتور بندر حجار؟ عملنا مؤسسة على المستوى الوطني، أنشأنا في فلسطين مؤسسة اسمها المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي بمرسوم من رئيس السلطة محمود عباس لمتابعة العمل ومتابعة تحويل الجمعيات المتبقية من نهج الرعوي إلى نهج التمكين. ثم على المستوى الدولي ماذا عملنا؟ أنشأنا والحمد لله أيضا بقيادة معالي رئيس البنك يحفظه الله، لأنه فعلا أنا أقول الآن يعني لا أجامل، هو تبنى الفكر دكتور بندر، هو تبنى هذا الفكر وقاده بقوة داخل البنك ونحن خلفه، وحصلنا هذا الصندوق لفلسطين الحمد لله ب 500 مليون دولار، جمعنا إلى الآن ما يزيد عن 44% من رأس ماله. البنك لوحده 100 مليون، صندوق التضامن 55 مليون دولار، و55 مليون من رجال أعمال فلسطينيين من القطاع الخاص، فجبنا القطاع الخاص الفلسطيني وسنكمل. فهذا الصندوق هو الأول من نوعه، الأول ليس استثماري بحتاً ولا خيري، هو للتمكين الاقتصادي، استثمار مع الفقراء. ثم إيماناً بالبنك من البنك الإسلامي بهذا المنهج أنشأ أيضاً إدارة خاصة في البنك اسمها إدارة التمكين الاقتصادي لنشر فكرة التمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء. الآن لمحة بسيطة عن الصندوق، عنده حوكمة مستقلة وشفافة. دكتور مهندس يعني الصندوق أخذ حجمه من التغطية يوم الأول حقيقة، زملاء كرمونا حقيقة، ولكن نبغى اليوم نتحدث كنا أكثر على المنظمات غير ربحية، ونبغى ننوع شوي الآن. أنا متأكد أنه عندكم جزء من العرض الآن نبغى نناقشه بعد قليل، لكن كرما منكم إذا تسمحون لي بس نرحب بالأستاذة نور بنت عبد المحسن عبد الكريم من بنك التنمية الاجتماعية، وهي أحد ضيوف اليوم. والأستاذة نور مشكورة بتوجيه الرئيس التنفيذي للبنك، حقيقة ستكون تطرح مع أو نناقشها مع بعض على ممكنات الصندوق عفوا بنك التنمية الاجتماعية للمنظمات القطاع غير الربحي. أهلا وسهلا أستاذ نور، حياكم الله. حياك الله دكتور معاذ، وشكرا لكم الاستضافة. حياكم الله، شكرا لكم أنتم، الله يحفظكم. يعني البنك يعني من المؤسسات المالية المهمة اللي هدفها الأساسي هو التنمية الاجتماعية. الآن مع كورونا والأزمة، كيف تشوفوا في البنك المناخ العام؟ هل هناك لا يزال حماس لدى الشباب والشابات في الاقتراض، الجمعيات التي لديها محافظ لديكم؟ نحن الآن نتكلم عن تمكين الجمعيات وتحويلها إلى من الرعوية للتنموية وأنها هي التي تحفز التنمية. هل تحسون أن كورونا كان يعني ظلال على هذا الموضوع؟ طبعاً إذا جينا نتكلم على موضوع الأزمة الاقتصادية اللي تولدت من انتشار فيروس كورونا، هذا شيء مو عندنا فقط في السعودية، هذا وورلد وعالميا. فالسؤال هل تأثر الشباب والشابات، المنشآت المايكرو المتناهية الصغر والصغيرة من هذه الأزمة الاقتصادية؟ بالتأكيد كان في تأثير عليها. البنك استجابة للأزمة الاقتصادية هذه، وكون البنك أولا تاريخيا البنك له 50 سنة يمول، في 3 غايات رئيسة عشان بس أستريم أعمال البنك. البنك يمول في غاية الحماية، ويمول في غاية الاكتفاء، ويمول في غاية الإنتاج. هدفه الأساسي أنه يضمن في عملية تفويج من الحماية إلى الاكتفاء إلى الإنتاج. خلال هذه الرحلة مولنا فيها تقريباً الآن وصلنا لما يفوق 110 مليار ريال لأكثر من 3 مليون مواطن مواطنة في السعودية على الغايات كلها، للتمويلات الاجتماعية، تمويلات التمويل الأصغر بما يشمل الأعمال الحرة وتمويل الأسر المنتجة، وأيضاً في تمويل المنشآت ابتداء من 300 ألف ريال حتى 10 مليون ريال. الأزمة اللي حدثت مع كورونا اللي هي في منتصف مارس أو 15 مارس، جميع الجهات الحكومية حقيقة وجميع قطاعات الدولة حفظها الله تجاوبت تجاوب استثنائي مع الأزمة. ممكن مثل ما تعرف دكتور كان هذا التجاوب في عدد من المبادرات اللي تبنتها، سواء في جانب التمويل تحديدا تبنتها صندوق التنمية الوطني والذي يتبع له بنك التنمية الاجتماعية والصناديق الشقيقة، بالإضافة إلى المبادرات التمويلية اللي ظهرت من أو تبنتها سامة مؤسسة العربية للنقد.
فالبنك خلال هذه الفترة أو خلال هذه الأزمة تبنى مبادرة بقيمة 13 مليار و300 مليون. هذه المبادرة قسمت على غايات رئيسة، أهم هذه الغايات يمكن لها علاقة في ما نتكلم فيه اليوم، هي غاية الاكتفاء. البنك مول 70,000 أسرة منتجة أو مايكرو بيزنس أو مشروع متناهي الصغر عن طريق محافظة مع الجمعيات. طريقة البنك في تقديم التمويلات للأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر مبنية على نموذج تمويل المحافظ أو تعهيد المحافظ التمويلية للجمعيات. عندنا اليوم ما يفوق 95 وسيط تمويل أصغر. لما نقول وسيط تمويل أصغر، هي ماذا نعني بهذا الكلام؟ أننا أخذنا جمعية من الجمعيات في أحد مناطق المملكة، أخضعناها لبرنامج تدريبي وتأهيلي لمدة تصل من 9 شهور إلى سنة كاملة، وتحولت نحو تقديم الائتمان الأصغر، طبعاً القروض حسنة أو تمويلات حسنة تقدم لمستفيديها. خلال الأزمة تجاوبنا معها بأننا أجلنا أقساط المستحقة على تمويلات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، وطبق كذلك على المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة الممولة في المحافظ الأخرى. بالإضافة إلى كانت في عندنا قضية اللي هي التكاليف التشغيلية اللي قد يعني تتعرض لها الجمعيات، لأن أنت تعرف موديل إنه أو نموذج تبني الجمعيات التمويل الأصغر هو نموذج حديث في المملكة، يمكن حنتكلم على 3 سنوات وأكثر. فعندنا جمعية، أكيد إن عندنا جمعيات رائدة في هذا المجال، مؤسسات مانحة رائدة في هذا المجال، يختلف عليه اثنين، لكن ما زال عندنا فرصة كبيرة من النضج ومن إنضاج هذا القطاع، قطاع التمويل الأصغر بشكل عام. واحد الأدوات أو الأذرعة اللي ممكن نستغلها بشكل كبير هي بالتأكيد الجمعيات الخيرية، وهذا يضمن حتى استمرارية أعمالها واستدامتها مقابل التمويلات اللي تمنحها لمستفيديها. لذا البنك وقف معهم خلال هذه الأزمة، لأن أخذهم بالاعتبار أنه لا يوجد تمويلات خلال هذه الفترة. من الطبيعي أن الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر واللي هم المستفيدين المباشرين من الجمعيات الخيرية لا يتقدمون على تمويلات خلال الفترة، وتقديم التمويلات للمستفيدين هو جزء من الانكم أو الدخل اللي ساعد الجمعية على استمرارية التقديم. لذا احنا دعمناهم في فترة معينة، وكانت هذه أحد المبادرات اللي قدمها البنك، مدة 6 أشهر حتى نستطيع سوية أن نتجاوز هذه الأزمة ونضمن استمرارية الجمعيات في تحولها واستدامتها. هذا في الجانب المبادرات اللي قدمها البنك تحديدا للجمعيات والمستفيدين. شكرا لكم أستاذة نور. سوف نكون مع الدكتورة جواهر عنا لتحدثنا عن أحد مبادرات، وهي مستشارة وكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشرفة على عدة مبادرات، مالكة لعدة مبادرات. الدكتورة جواهر ستحدثنا عن مبادرة مؤخرا يعني أطلقتها الوزارة، وهي مبادرة في صميم محور جلسة اليوم. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظه الله، أصحاب السعادة والحضور الكرام من الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة في البداية أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة على رعايته وتشريفه لهذه الورشة، وسعيدة أيضا بانضمامي في هذه الجلسة، أحد جلسات البرنامج تنمو المدينة المنورة لما بعد كوفيد-19 واللي تنظمها جامعة طيبة. كذلك أشكر القائمين على ذلك ولجميع المشاركين والحضور الكريم. بداية يسرني أن أقدم لكم فكرة عن مشروع التمكين الاقتصادي كأحد الحلول طويلة المدى لما بعد جائحة كورونا، واللي نتمنى أنه نخرج في نهاية هذه الجلسة بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق، خصوصا في ظل الخبرات اللي موجودة معانا اليوم في هذه الورشة. في البداية أحب أن أشير إلى أن هذه الأزمة هي أزمة إنسان وأزمة مواطن، بل يمكن نقول أزمة معيشة مواطن. من هذه النقطة يمكن أن نبدأ بالكلام عن حلول هذه الأزمة. فالاقتصاد كلنا نعرف مبني على الناس، وإذا كان الإنسان هو المتضرر فسيتضرر بالتالي الاقتصاد. هل العرض واضح للجميع؟
واضح إيه. لما نجي نشوف ما هو التمكين الاقتصادي الاجتماعي وإيش ضرورته بالضبط بعد أزمة كورونا، عندما ننادي بهذه الفكرة كأحد الحلول المستدامة نجد أنه هذه الفكرة ميب جديدة علينا، ومنذ الستينات نجد الكثير من المنظمات تنادي بالتمكين الاقتصادي خاصة للفئات الضعيفة والمرأة على وجه الخصوص. ويمكن نقول أنه التمكين الاقتصادي هو أنه الفرد يأخذ فرصته في التنمية، فمن خلاله ينتقل الفرد من وضع الحاجة والمساعدة إلى وضع الاستقلال والتنمية. أيضا كذلك اكتساب المعارف والقيم والمهارات اللي تؤهلهم لسوق العمل، والسعي إلى توفير فرص التمويل والتسويق اللازمة لممارسة أعمالهم بما يحقق لهم حد الكفاية. بهذا نخرج الفرد من دائرة الحاجة والاعتماد على الغير إلى دائرة الكفاية والاعتماد على النفس، ومن دائرة الاعتماد على المجتمع إلى دائرة المساهمة في التنمية. نحن هنا في هذه الورشة يمكن نتكلم عن فئات من المجتمع وأصحاب مشاريع صغيرة، فدخل جميع هذه الفئات سيتضرر كثيراً، وبالفعل هو البعض الكثير منهم متضرر بعد جائحة كورونا. كلنا نعرف أنه كان في حظر كامل وكان في حظر جزئي وإغلاق للمحال التجارية، وبالتالي تعطلت الأنشطة الاقتصادية والخدماتية. لذا توجب علينا التفكير بتداعيات ما بعد كورونا. ستزيد البطالة وسيكون لدينا مفهوم آخر، ليس فقط مفهوم الدخل المحدود أو فئة الفقراء، بل سيظهر لنا مفهوم العاطلون عن العمل بشكل أوسع، ويمكن يمتد لكل أسرة في داخل المنازل. فبالتالي لابد أن نعترف أنه أزمة كورونا متشابكة متراكمة متعددة الأطراف، وعلاجها لابد أنه يكون علاج شامل ومتكامل. طبعاً ومن هذا المنطلق، من منطلق تحقيق رؤية 2030 وتحقيق المستهدفات وزارة الموارد البشرية، أطلقت الوزارة مشروع التمكين الاقتصادي الاجتماعي لتأسيس وإنشاء 13 جمعية على مستوى المناطق. من ضمن مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي هي أحد مبادرات هدف دعم النمو القطاع غير الربحي الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني. طبعاً شريكنا في التنفيذ الجمعية الفيصلية النسوية بجدة، حيث أنه هذا المشروع سيساهم في رفع مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي، كذلك أيضاً سيعمل على زيادة عدد المنظمات غير الربحية المتخصصة التي نناشد بها اليوم، وتحقيق لمبدأ من الرعوية إلى التنموية. كذلك هذا المشروع سيوفر الاستثمارات الداعمة لمشاريع الفئات الضعيفة اقتصادياً والعاطلين عن العمل، وسنمنح لهم نفس الحظوظ التي يأخذها رجال الأعمال، وبالتالي نعزز لديهم ثقافة الاعتمادية على النفس. كذلك هذا المشروع سيساهم في بناء الشراكات والتحالف مع الجهات ذات العلاقة. إذا جينا بنعرف مشروع التمكين الاقتصادي من فكرة التي المتبناها اليوم في هذا المشروع، نستطيع تعريفه بأنه هو توفير وتمليك الشروط والموارد والوسائل اللازمة للفئات الضعيفة اقتصادياً في المجتمع من أجل التصرف بشكل كامل في مصيرهم الاقتصادي وتحسينه وتطويره. طبعاً كان هناك عدة نماذج دولية في العالم ونماذج محلية، ولله الحمد تمكننا من زيارة فريق المشروع من الوزارة وجمعية الفيصلية. زرنا بجمهورية تونس لمؤسسة الزيتونة تمكين للاطلاع على تجربتهم في عملية التمكين الاقتصادي والتعرف على المنهجية التي اعتمدتها هذه المؤسسة، كذلك للوقوف على نماذج مشاريع التمكين الاقتصادي اللي نفذتها هذه المؤسسة، وبالتالي نخرج بأوجه الاستفادة من هذه التجربة. قمنا بالاطلاع على مشروع الأبقار والألبان، كذلك مشروع الزيتون. كانت رسالة الزيتونة تمكين تكمن في المشاركة في الإدماج الاقتصادي للفئات المحرومة عن طريق التمويل الأصغر الإسلامي، فمن خلال هذه اللقاءات معهم والزيارات لهم تبين أن أوجه الاستفادة منهم أنه لابد دراسة الجانب القانوني والتشريعي للتجربة ومطابقته مع المعمول به في المملكة، كذلك الاستفادة من نموذج العمل الخاص بالمؤسسة وعلاقتها مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومن ثم الاستفادة من نموذج العمل الخاص ببناء التمكين الاقتصادي وأطراف العلاقة فيه من المزود والعميل ومؤسسة زيتونة. كذلك استفدنا أنه عملية بناء نموذج عمل ناجح تحتاج منا لوقت طويل وخبرات بشرية وتمويل لإنضاج هذا المشروع.
كذلك هناك نماذج محلية حببت أني أطلعكم عليها موجودة عندنا في المملكة لأحد الجمعيات اللي تدير مشاريع استثمارية تمكينية لأفراد المجتمع وتستخدم مواردها الطبيعية وصديقة للبيئة. طبعاً إحنا مركزين على موارد الطبيعية لأن هذه هي أحد الاستراتيجيات اللي نعتمدها في مشروعنا المتبنى اللي هو التمكين الاقتصادي. جمعية قطرة هي نموذج لجمعية نسائية في منطقة القصيم في مدينة عنيزة، بدأت في إنتاج الفحم الطبيعي، استثمرت في إنتاج الفحم الطبيعي في عام 2011. كانت فكرة المشروع، حب أن أشير أنها فكرة ومبادرة الأستاذة فاطمة التركي رحمها الله، انتقلت إلى رحمة الله من منذ أسبوعين، وكانت أيضا فكرة متداولة في مجلس إدارتها. نشأت الفكرة لخلق فرص وظيفية لمن لا يملكنا مؤهلات تؤهلهم لوظائف حكومية من الفقيرات ومن ذوي الدخل المحدود. طبعا الفكرة جاءت من الدول المتقدمة، انهم كانوا في عملية انتاج الذرة كانوا يستفيدون من مخلفات انتاج الذرة، فانطلقت هذه الفكرة تبلورت في جمعية قطرة انه ليش ما نستفيد من مخلفات النخيل بالاخص في منطقة القصيم اللي يكثر فيها زراعة النخيل. كانت مميزات هذا الفحم، يعني تميز مو فقط انه انتج منتج، لا تميز انه كان بأيدي نسائية سعودية، كان خالي من الرصاص وصديق للبيئة، يستمر إشعاله لأكثر من 5 ساعات. طبعاً كل ما كانت الموارد الطبيعية لأي مشروع موجودة في البلد نفسه كل ما علت معدلات نجاح هذا المشروع، وبالتالي انطبقت هذا في مشروع اللي هو إنتاج الفحم الطبيعي اللي انتهجته جمعية قطرة، وفي مراحل متقدمة لهم لتطوير هذا الإنتاج. بس حبيت أطلعكم على هذه التجربة الموجودة وليش ما يتم الاستفادة منهم. الشيء الثاني أنه هذه النماذج اللي تم الاطلاع عليها في مشروع التمكين الاقتصادي في هذه المبادرة ساعدتنا في دراسة واقع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كذلك دراسة البيئة القانونية لأنظمة التمكين الاقتصادي، ومن ثم دراسة التحليل الاستراتيجي التي توصلنا إليه إلى الرسالة والرؤية لهذه الكيانات التمكين الاقتصادي. تكمن الرؤية فيها أنها هذه الكيانات أو الجمعيات تكون هي الشريك الأمثل لتحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي، رسالتها تمكين اقتصادي اجتماعي لذوي القابلية من المستفيدين من فرص استثمارية نوعية في المملكة من خلال دائرة اقتصادية متكاملة، سيكون أثرها الاجتماعي أن إحنا ننتج أفراد مكتفون معيشياً ومسهمون اقتصادياً ومستقرون اجتماعياً، كذلك سيخرج لنا أرباب مشاريع تجارية ناجحة ومستثمرون بخبراتهم. معذرة. أهداف المشروع هو تأسيس وإنشاء 13 جمعية للتمكين الاقتصادي الاجتماعي على مستوى المناطق الإدارية، وسيكون من المدينة المنورة من نصيبها جمعية متخصصة في التمكين الاقتصادي بمشيئة الله، كذلك المساهمة في دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع من ذوي القابلية والعاطلين عن العمل والمحتاجين في المملكة، كذلك أصحاب الأفكار سيكونون من ضمن الفئات، أيضا المساهمة في تحقيق المستهدفات وسد احتياجات المجتمع مما سيحقق زيادة في نمو القطاع غير الربحي، كذلك إنشاء محافظ تنموية، إدارة وتمويل المحافظ، أيضا دراسة احتياجات المناطق ودراسة الفرص الاستثمارية حتى يتم إطلاق المشاريع المناسبة في كل منطقة من مناطق المملكة. أهمية هذا المشروع، سيكون لدينا أدوات تمويل، فرص وظيفية، بيئة محفزة، كذلك سيتولد لدينا أيضا علاقة جديدة بالقطاع الخاص ذات نوعية. مراحل تنفيذ هذا المشروع، ابتدى هذا المشروع من أغسطس 2019 وبإذن الله سيتم الانتهاء منه في أبريل 2021. انتهينا الحمد لله من دراسة الواقع الحالي. نحن الآن في تأسيس 3 نماذج في المرحلة الأولى في 3 مناطق رئيسية في المملكة. ما يميز فكرة هذا المشروع، وهذا أهم حاجة يعني في هذا العرض حبيت أني أوصلها لكم، أنه هذا المشروع سيتميز بأنه يمتلك دائرة اقتصادية متكاملة. هذه الجهة اللي هي جهة الجمعية التمكين الاقتصادي ليست فقط جهة تمويلية للمشاريع الصغيرة كباقي الجهات، وإنما ستكون شريك دائم مع العملاء وفق سلاسل القيمة من التمويل إلى إيجاد العميل المناسب، كذلك دراسة جدوى الفرصة الاستثمارية في المنطقة. كلنا نعرف طبيعة المملكة، المملكة مترامية
الأطراف، كل منطقة لها خصوصيتها، ثقافتها، تقاليدها، صناعتها، ممتلكاتها ومواردها الطبيعية. فبالتالي سيتم النظر في هذه كفرص استثمارية واستغلال للموارد الطبيعية بدون الإضرار بالبيئة. كذلك إيجاد شريك استراتيجي من القطاع الخاص، وهذه هي العلاقة التي تكلمت عنها أنها ستكون هي الوليدة من نوع جديد فترابطهم مع القطاع الخاص. أيضا ستنتهج هذه الجمعيات مبدأ هندسة الأعمال، والتي سبق ذكرتها اللي هي دراسة الفرص الاستثمارية في هذه ضمن قواعد استثمار وتوفر عناصر معززة لنجاح المشروع. كذلك سيكون هناك محفظة مالية تمتلكها كل جمعية من جمعيات التمكين أولها من عدة جهات حكومية، من أوقاف ومن الجهات الحكومية أخرى، كذلك من عدة مانحين في المنطقة نفسها. تقوم هذه المحفظة بتمويل كل مشروع يخرج من الجمعية، كذلك ستعمل على استرداد هذا التمويل بما يحافظ على رأس مال المحفظة وتنميته. أيضا مما يميز هذه الجمعيات أنها قائمة على مبدأ الشراكة وتعزيز مشاريع الجماعات المتضامنة بين الأفراد وبين المناطق، ليس فقط بين الأفراد لكن بين المناطق. مثلا عندنا مشروع في هذا المشروع يأتي في المقابل له مثلا مشروع في الرياض أو الشرقية، المنطقة الشرقية، يكون مشروع عن التعبئة والتوزيع والتسويق، وربما يخرج لنا مشروع آخر للإنتاج، وإنتاج ممكن مو بس على المستوى المحلي، ممكن على المستوى الدولي كذلك. أيضا حبيت أطلعكم على نموذج الدائرة الاقتصادية الكاملة اللي راح تمر فيها، راح تكون فيها الجمعية مع أذرعها. سيكون لدينا كيانات تمكين الاقتصاد الاجتماعي، أيضا الفئات اللي راح تستفيد من هذه الجمعيات، كذلك المحفظة المالية، أيضا الشريك الاستراتيجي. فهذه عبر الدائرة هذه ستكون رحلة المشروع. ايضا نموذج العمل من يبين لنا شرائح العملاء، ما هي العلاقه مع العملاء، ما وش القيمه المقدمه، الانشطه الرئيسيه والشركاء الرئيسيين، كذلك مصادر الايرادات وهيكله التكاليف وما الى ذلك. هنا رحلة المستفيد. رحلة المستفيد ستبدأ من بناء الثقافة الاستثمارية، من أنه نحول مفهومه من استهلاكي إلى إنتاجي، كذلك بناء مفهوم للمشروع وآليات نجاحه، أيضا خلق الحافز والقدرة الابتكارية. بعد ذلك سيمر بربط المستفيد بالفرصة الاستثمارية، يمكن هو عنده فرصة استثمارية لكن مع من خلال الجمعية راح تبين له إيش ممكن الفرص الاستثمارية اللي هو حاب إنه ينضم لها وموجودة أيضا في من موارد طبيعة البيئة. بعد ذلك التجهيز لإطلاق المشروع سيكون من تأهيل المستفيد قياديا وإداريا، التمويل، كذلك الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي، مثلا نقول مشروعه عن الألبان أو عن، فنجيب له شركات يعني تدعمه تكون هي من طرف القطاع الخاص. بعد ذلك سيكون إطلاق المشروع وتشغيله من المرافقة معه والدعم الفني للمشروع تقدمه الجمعية. بعد ذلك مرحلة التسويق سيتم ربطه بالتنسيق لتسويق المنتجات، كذلك ربطه بجهات التسويق. المرحلة الأخيرة هي التملك وإقفال المشروع، سنتأكد من سداد التمويل، الانسحاب التدريجي للجمعية، ومن ثم تملك المستفيد للمشروع. طبعاً إحنا في هذه المرحلة الآن الحالية اللي هي التأسيس في مناطق المملكة، ابتدأنا بثلاث مناطق في المرحلة الأولى وبتليها المناطق الأخرى. طبعاً اخترنا هذه المناطق بناء على معايير محددة ذات علاقة بتناولها في هذا العرض. اخترنا المنطقة الشرقية عسير، منطقة جازان. طبعاً إحنا نأمل في دعم ومشاركة أمراء المناطق في توجيه وتقديم العون والمساهمة لهذا النوع من الجمعيات لتميزها بالأهداف الخاصة فيها، كذلك ترشيح الأعضاء المؤسسين في كل منطقة والاجتماع بهم تمهيداً لرفع طلبات التأسيس. طبعاً المعايير اللي اخترناها المناطق يعني كانت متواجدة من ناحية فرص الاستثمارية، متواجدة الشخصيات المؤثرة والممكنة، كذلك توفر شراكات داعمة وتوفر كفاءات متخصصة، أيضاً إلى معايير مساندة مثل نسبة البطالة ونسبة مستفيدي مثلاً الضمان. طبعاً هذه دور مؤسسي الجمعيات، سيكون من تكوين الجمعية العمومية، بعد ذلك اللقاء التعريفي بالجمعية، ثم طلب تأسيس الجمعية عبر موقع الوزارة وحضور ورش عمل المشروع، ومن ثم تأسيس الجمعية بعد موافقة الوزارة.
في النهاية آمل جداً من المهتمين بتفعيل مبادرة التمكين الاقتصادي الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة أنه يشاركونا بعمل نموذج إذا أمكن يكون متضمن له وضع تصور لتأسيس جمعية متخصصة في التمكين الاقتصادي الاجتماعي في منطقة المدينة المنورة، من هم المؤسسين، كذلك يتضمن طرح نماذج وأفكار لأنواع مشاريع خاصة بتمكين مجتمع منطقة المدينة المنورة، أيضاً تجهيز المشاريع والأفكار تعتمد على تكون معتمدة على موارد المدينة البيئية وإمكاناتها البشرية وطبيعتها الاقتصادية والدينية. آمل هذا النموذج، ولكم أنكم تصورون الشاشة وإرسال النموذج على أحد الإيميلات الموجودة في الشاشة، وإذا احتجنا إن شاء الله نقيم ورشة عصف ذهني مع المهتمين من الحضور حالياً ومستقبلاً. وشكراً جزيلاً وعذراً للإطالة. لا كثر خيرك دكتورة، حقيقة طرح يعني أعطيناك وقت لأنه نشعر أنه مهم. الوزارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيادة معالي الوزير حقيقة ونوابه والوكلاء وأنتم القيادات قفزت قفزات كبيرة بالقطاع، ولكن الطموح عالي والوقت يمضي بسرعة والجائحة لم تمهلنا أن تستكمل الوزارة مبادراتها وأمورها. لذلك الآن سؤالي أنا كمدير للجلسة، ويعني أعتقد أنه يشاركني الكثير هذا الهم، لا يعني مبادرة رائعة وجميلة، لكن لا نستطيع في منطقة المدينة المنورة أن نصبر حتى تنتهي المبادرة وتطبيقها في مبدئيا في الثلاث مناطق. فلذلك لابد أن نبدأ نفكر اليوم، وأتمنى أن تكون ورشة العمل اليوم هي محرك تحفيز التفكير كيف نخرج بتوصية لمنطقة المدينة المنورة ونحن في خضم الجائحة. كيف يمكن أن نساعد الجمعيات القائمة حاليا والتي لديها حتى إدارات تأهيل، والتقينا حقيقة مع عدد من الجمعيات في المنطقة مستعدين لتبني منهجية التمكين الاقتصادي، ولكن يعني يحتاجون الشريك المعرفي الذين يكون معهم. دكتور خالد، هل ترى أن هناك فرصة الله يحفظكم الآن في منطقة المدينة المنورة لتحويل بعض الجمعيات إلى منهجية التمكين الاقتصادي على غرار هذه الجمعيات الجميلة تحدثت عنها الدكتورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حين من خلال دراستنا لموضوع الجمعيات مدى جاهزيتها للعمل على تطبيق هذا النموذج، سواء نموذج البنك الإسلامي اللي طرحه الدكتور نواف أو مهندس نواف أو الدكتورة جواهر اللي طرحته في الوزارة، نموذج الوزارة، موضوع جاهزية الجمعيات تحتاج إلى قضيتين. في بعض الجمعيات كما ذكرت عندها تقدم رائع جدا في هذا الموضوع، من خلال خبرتنا في الموضوع هذا جمعية المستودع الخيري في المدينة وجمعية التكامل عندها تصور إيجابي عن المشروع وعندها يعني رغبة في ذلك، وأيضا جمعية دمشق المؤسسة الاجتماعية أو جمعية المؤسسة الاجتماعية وجمعية البر لها رغبة في هذا، لكن تحتاج إلى أن تكون يعني تحتاج إلى أن تعرف تفاصيل النموذج وأن تتدرب على هذا النموذج بشكل جيد. الأمر الثاني وجود الجمعيات التي هي مؤهلة لكي تبدأ بهذا المشروع بهذا النموذج بالذات، النموذج ترى يحتاج له إلى وقت استيعاب جيد فهم لكل تفاصيله، لأن النموذج فيه أشياء مختلفة عن واقع الذي يمارس الآن من التمكين الموجود كنماذج عمل للجمعيات الموجودة اللي متعاونة مع البنك التنمية، في تفصيلات يعني دقيقة جدا ومنهجيات دقيقة جدا تحتاج إلى أن يوجد أشخاص متدربين عليه. هذا النقطة الأساسية، أنا أقول في المدينة توجد جمعيات حسب خبرتنا مؤهلة أن تبدأ وتنطلق بهذا النموذج، ويتم التنسيق مع الوزارة بهذا العمل ومع بنك التنمية أيضا بهذا العمل، ويستفاد من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا العمل، لكن يحتاج إلى برنامج تطويري وتأهيلي وبناء قدراتها بشكل جيد. الأمر الثاني، لا يمنع وجود هذه الجمعيات أن تبنى جمعيات قائمة على التمكين الاقتصادي، لأن تحويل اللائحة الأساسية، يعني في عندنا إشكالية، يعني هذا الشيء اللي بذكرها أنا، النواحي القانونية في إشكالية في اللوائح الأساسية، تعديل اللائحة الأساسية التي يخول للجمعية أنها تعطي تمويلات للمستفيدين وليس قرض، القرض موجود لكن التمويلات وأن يكون لها شريك أو تنشئ شركات، تعديلها في اللائحة الأساسية حيأخذ وقت من بين 3 إلى 6 أشهر حسب خبرتنا، ما لم تعجل الوزارة الخطوات العملية في ذلك حتى تكون الجمعيات مؤهلة لكي تبدأ وتنطلق في هذا المشروع.
هذا تقريبا مدى الجاهزيه لدى المشروع، وهذا يخلي ان الخطين تمشي، خط الجمعيات القائمه وخط الجمعيات الجديده التي تنشئ. لا نقول جمعيه واحده، قد تكون جمعيتين على حسب الاحتياج الموجود في المدينه المنوره. هذا بالنسبه للجاهزيه، السؤال اللي ذكرته دكتور معاذ. شاكر دكتور خالد، اجابه جميله ورائعه. دكتوره جواهر، هل اقول عندي ان اذكر على سؤال ثاني، الخطوات التنفيذيه المقترحه بناء على الواقع اللي نعيشه مع الجمعيات، اذا كان الوقت يسمح ان اطرح بين يديك. لا تفضل تفضل دكتور. عندي سؤال ثاني، ما هي الخطوات العمليه التنفيذيه حتى نكون عمليين، لا نكون يعني تنظيريين، حتى نوصل الى هذا النموذج باسرع وقت ممكن؟ النقطة الأساسية هو البدء بالجمعيات كما ذكر الأخوة في الوزارة الدكتورة جواهر، وأيضا ذكر المهندس نواف توعية الجمعيات وحثهم على التحول من طريقة قديمة إلى طريقة جديدة في الموضوع. الأمر الثاني إجراء التعديلات القانونية بسرعة، وهذا هنا دور الوزارة أن تكون يعني سريعة في إجراء التعديلات القانونية إذا اقتنع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات، بحيث نبدأ بالطلاقة سريعة. ثم بعد ذلك البدء بتجربة جمعية أو جمعيتين، لا نستعجل الجمعيات كلها، كل واحد يقول أنا أبغى مثلك أبغى أشتغل، لكن نبدأ بجمعية أو جمعيتين لمدة سنة أو سنة ونص حتى تنجح التجربة وتكون محفزة للآخرين بشكل أكبر. الأمر الثالث وهو الرابع وهو الأساسي، تدريب فريق عمل متخصص، وهنا ما أقول تدريب فقط، حتى احتمال أن نوجد يعني موظفين جدد في الجمعيات عندهم الفكر المالي، الفكر الاستثماري، وليس الفكر قد تقديم الخدمات وعطاء المساعدات فقط، وإنما فكر مالي يعيش فكر الاستثمار بعمق حتى يتم تطوير وبناء قدرات الجمعية بطريقة صحيحة وقوية. بعد ذلك النقطة الأساسية الأخرى، بناء قدرات الأفراد الذين هم شركاء الجمعية المستفيدين، اللي احنا يسمون مستفيدين لكن احنا نسميهم شركاء، النموذج يسميهم شركاء وما يسميهم مستفيدين، لأن الشريك يعمل معي، أما المستفيد فهو يتلقى الخدمة ويمضي. وهم المستفيدين هؤلاء أو الشركاء هؤلاء إن صح التعبير، يحتاج إلى برنامج تطوير يأخذ وقته معهم. بعد ذلك دراسة الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مع الأمانة العام، مع أمانة المدينة المنورة، مع القطاع الخاص اللي عنده رغبة، وشركات المسؤولية الاجتماعية اللي عندها رغبة تدخل معنا كشركاء، ثم إنشاء المحافظة التنموية المالية لكي يقوم بسداد تكاليف مثل هذه المصاريف بسرعة. هذه خطوات قد تكون 6 أشهر او اقل من ذلك اذا كان هناك يعني لدى يعني فرع الوزاره ولدى الاماره ولدى فريق في الجامعه الطيبه للبدء بعمل، ممكن ان يكون ذلك. واتوقع الوزاره حتكون يعني سباقه لان تعمل مع الاماره ومع المدينه، وايضا البنك الاسلامي ايضا فاتح ابوابه ما شاء الله تبارك الله للمدينه بشكل جيد، واتوقع انه الفرصه الان سانحه لاستثمارها في المدينة المنورة وانطلاق المشروع في أسرع وقت ممكن، لا يتأخر حتى يوم واحد. جزاكم الله خير. شكرا دكتور خالد، حقيقة إجابة تفصيلية وعملية وتشفي السؤال حق التطبيق المباشر. دكتورة جواهر، أعتقد يعني إحنا في معناته في الأفق نرى ملامح تعاون قريب إن شاء الله معاكم، الله يحفظكم، على أساس هذا التمكين تبني عندنا في المدينة يحتاج حقيقة يبدو أنه دعم منكم في الوزارة بمشيئة الله. وأنا مثل ما قلت في نهاية العرض أنه إيميلي، وضعت إيميلي ووضعت إيميل المدير المشروع نفسه أنه تعبئة النموذج هذا، فإذا على طول وصلنا أنه جاهزية المدينة المنورة من حيث النموذج اللي يتضمن فيه مثل ما قلنا أنه المؤسسين والبرامج والأفكار نبدأ فيها، وتكون من ضمن النماذج الثلاثة، تكون نموذج الرابع، فنبدأ فيها على إن شاء الله. والميزة معنا اليوم يعني الكوكبة، يعني عندنا خبرة دولية حقيقة، معنا البنك الإسلامي، الصناديق، التجربة اللي على الميدان نواف عطاونا يمثل اليوم البنك، عندنا البنك الوطني، بنك التنمية الاجتماعية أستاذة نور بنت عبد الكريم، وهي تخصصها البزنس ديفلوبمنت، تطوير الأعمال والشراكات اللي يحتاجها مثل هذا التفكير الخارج عن الصندوق، وأنتم ما شاء الله يعني قائدة هذه ملكة المبادرة في الوزارة، ومعنا الخبرات الوطنية والعمل
العالمية. سوف يعني إذا تسمحوا لي السادة الضيوف والزملاء أن نبدأ نأخذ المداخلات حقيقة. الأيدي ترتفع وتزيد عدد الأيدي مرتفعة، الله يعني يحفظهم جميعا، فلا بد أن نعطيهم فرصة. أنا أبدأ يعني كرم بضيفنا المهندس أنس الحسناوي من شركة فرص. تفضل المهندس أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور معاد مشددي. أنا أريد في الحقيقة أن أربط بين هذه الجلسة والجلسات السابقة لو سمحت، لأنها كلها تدخل في إطار تصميم نموذج تنموي موحد للمدينة المنورة لما بعد كوفيد. تكلمنا في الجلسة الأولى عن ضرورة إيجاد موارد كبيرة للمدينة المنورة، وخلصنا إلى فكرة الوقف الإنمائي للمدينة المنورة. ثم في جلسة الثلاثاء ناقشنا موضوع دور المؤسسات التنموية ومؤسسات التمكين الاقتصادي، وانتبهنا إلى ضرورة إيجاد مؤسسات تنموية تشتغل بمنهج مختلف وتكون هي المحرك الأساس لأموال الوقف الإنمائي. لكن كل من الوقف الإنمائي ومؤسسات التنمية ومؤسسات الاستثمار الاجتماعي ومؤسسات التمكين الاقتصادي ستأخذ وقتاً قبل أن تكون جاهزة للعمل. وهنا تكمن أهمية الجلسة اليوم، لأنها لا تتكلم عن حل لما بعد نهاية كوفيد 19 فقط، بل حل استعجالي يجب البدء فيه من الآن. وهنا اسمحوا لي أن أشير إلى أمرين. أولا، يعني معروف أن مستوى تضرر الدول من أزمة كورونا سيختلف من بلد إلى آخر، لكن على العموم فإن أكثرها تضررا سيكون من بين الدول التي تنتظر نهاية الأزمة للبدء في تصميم نماذج لمعالجة الوضع. تتبعها الدول التي استغلت فترة كوفيد لابتكار آليات لمعالجة انعكاساته، ولكنها أجلت بداية وضعها وتنفيذها إلى ما بعد كوفيد. وأقلها ضرراً ستكون تلك التي ابتكرت مناهج لمكافحة الآثار وبدأت بالفعل تطبيقها قبل نهايته، أي من الآن. ثاني أمر مهم هو أن الكثير يعتقد أن المشكل قد مر منه الكثير ولم يبقى إلا القليل، وهذا في اعتقادي خطأ كبير، فلا حد يستطيع أن يقول كم ستستمر هذه الأزمة، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، الله وحده أعلم. إذا كانت نهايتها هي إيجاد لقاح وصناعته، فهذا أمر سيتطلب أكثر من سنة ونصف ليكون جاهزاً لدولنا. وإذا كان الحل هو إصابة أكبر عدد واكتسابهم المناعة الطبيعية، فحسب أرقام تطور الإصابات فهذا قد يأخذ سنوات. إذا يجب أن نضع في احتمالنا أن الأزمة قد تستمر أكثر من سنة في اعتقادي، ونعمل على هذا الأساس ولا نؤخر عملنا إلى نهاية الأزمة. فإذا ما انتهت قبل ذلك يكون خيراً، وإلا فنحن يجب أن نكون مستعدين. لا يجب في اعتقادي أن نخطئ كما أخطأنا في أمر اللاجئين والنازحين، حيث كنا نعتقد أنه أمر استثنائي سيستمر بضع شهور ثم يعود اللاجئون والنازحون إلى أماكنهم، إلى أن وجدنا جيلاً ولد في المخيمات وعاش فيها أكثر من 30 سنة، ومنهم من بلغ حتى 50 سنة وأكثر. ثم وجدنا أنفسنا أيضاً أمام مجتمعات كاملة تفتقد إلى كل مقومات الحياة من تعليم وصحة واقتصاد وغيره. الأسر المتضررة من كوفيد 19 والشباب الذي فقد وظيفته والشركات التي أغفلت تحتاج منا إلى تحرك سريع، وليس الانتظار إلى انتهاء الأزمة فقد يكون فات الأول. هناك دراسة أجرتها الصين أثبتت أن 90% من الشركات ستعلن إفلاسها إذا استمرت الأزمة أكثر من 6 أشهر، وهذا يعني أن 90% من اليد العاملة ستفقد شغلها. أي مجتمع سيكون هذا؟ وهذا هو ما دفع الصين لفتح المجال، أنا في اعتقادي مرة أخرى وبأسرع ما يمكن. فليس السبب في اعتقادي أن عدد الإصابات نزل إلى بضع ألف. نحن نعرف أن كل هذه الأزمة في العالم بدأت بواحد فقط وليس بألف. الحجر الذي نعيشه في كل الدول هو ليس لعلاج كوفيد، بل وقاية للتقليل من انتشاره حتى لا تعجز مؤسساتنا الصحية عن مواجهته. وبالتالي فموضوع الجلسة، وجزاكم الله خيراً عليها، هو يتطرق لكيف يمكننا أن نعمل في إطار برنامج تحول تنموي استعجالي ونشتغل بالتوازي مع الأزمة وليس بعدها. فلماذا تم اختيار القطاع الثالث؟ أعتقد لعدة أسباب. أولاً هو القطاع الأقرب إلى الفئات المتضررة، هو القطاع الذي يهب وقته وماله لدعم الآخرين، هو القطاع الذي تعود على العمل خلال الأزمات وبعدها وليس فقط بعدها. وفي الأخير هنا أتذكر دراسة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنجزت أعتقد من سنة حول القطاع
فوجدت أن بإمكان الجمعيات أن تقوم بعمل تنموي مهم، لكنها تفتقد إلى ثلاث مكونات: بناء قدراتها في مجال البرامج التنموية، دعمها مؤسساتياً، دعمها مالياً. وهذا ما دفع الوزارة إلى تأسيس المركز الوطني للقطاع الثالث وإنشاء صندوق دعم الجمعيات، الذي سعدت هذا الصباح بمعرفة أنه على تواصل مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال الاستثمار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. أهداف الرؤية في مجال القطاع الثالث، نحن الآن يجب أن نكون أكثر تمسكا بها. صحيح أن الأزمة وقلة الموارد ستدفع إلى إعادة النظر في الأولويات وتأجيل بعض القطاعات وتأجيل بعض المشاريع، لكن فيما يخص القطاع الثالث وتعزيز دوره التنموي هو هذا وقته بالضبط. وبالتالي أتمنى أن نستغل هذه الفرصة، وأقول فرصة لأن الأزمات أيضا فرصة، أن نستغل هذه الفرصة لكي نحقق أهداف رؤية 2030 في مجال القطاع الثالث: إنشاء وتعزيز متخصصة، تعزيز الدور التنموي للجمعيات، الرفع من نسبة الإنفاق التنموي، الرفع من مساهمة القطاع الثالث لتتحول من 0.2 إلى 6%، أي ما يناهي 60 مليون إلى غير ذلك. وأعتقد أنني قد أطلت، وأعتذر لكم وشكرا لكم. ما شاء الله إضافة. لا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، حقيقة يعني نقاط عملية جدا، وبالعكس أنت ساعدتنا في إعادة توجيه البوصلة وحفزتنا أن نكون مصرين أكثر، لأنه عندما سمعنا عن المشروعات العملاقة في كصندوق أو غيره ومؤسسات التمكين في الجلسات الماضية، يعني قد يكون يزهد الإنسان في قطاع غير ربحي، لكن حقيقة الآن مع حديث كل المتحدثين الضيوف الكرام أصبحنا أكثر حماسة. حقيقة معنا مداخلات أخرى وحريصين نسمعها، نبغى نسمع من دكتور علي الفوزان من رئيس غزارة الاستشارات. تفضل دكتور، الله يحفظكم. الدكتور دائما يقدم دورات تدريبية للجمعيات في منطقة المدينة المنورة، وبالذات في المؤشرات المالية والقوائم وما إلى ذلك. تفضل دكتور والاستدامة. السلام عليكم. عليك السلام دكتور، تفضل. شكرا لجميع المنظمين، شكرا مقام أمارة المنطقة المدينة المنورة، شكرا جامعة الطيبة، وأنا أحد خريجي هذه الجامعة، وأحس اليوم بالفخر والنشوة شوي لما أداخل مدير معالي مدير الجامعة موجود ورئيس اللجنة، شكرا لكم. أنا أقول هذه الجائحة الله يعجلها على خير وتنتهي يا رب، أظهرت شيء جميل جدا وهو تحمل المسؤولية من الجميع، فالقطاع غير الربحي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، كل الثلاث قطاعات مع بعض تحملت المسؤولية، ما في تحميل المسؤولية على طرف دون طرف آخر، كل واحد قال أنا مسؤوليتي أنني أساهم في تخطي هذه الجائحة، وهذا الصراحة يعني شيء جميل جدا وليس بمستغرب على هذا الوطن. أنا بس بعرض شيء جميل، كتاب اللي اسمه اقتصاد الفقراء، إعادة نظر جذرية في أساليب محاربة الفقر، ويتكلم عن محاربة الفقر وليس الفقراء، لأن هذه فيه نظرة يعني أن نحمل الفقراء المسؤولية فيها شوي يعني تجني على الفقراء. مؤلف الكتاب فائز بجائزة نوبل، هم اثنين مع بعض، اللي هو بهيجة بارينجي ومعاو واستردوفلو. الكتاب الصراحة تكلم عن نقطة رئيسية جدا وهي سماها مصيدة الفقر، قال لك متى الفقر يدخلون المصيدة أصلا؟ الفقراء طبيعي يبقون فقراء، بس متى يدخلون هذه المصيدة؟ هو تكلم عن شيئين، قال الفقراء هم إيراداتهم ومصروفاتهم متساوية، إذا زادت المصروفات على الإيرادات دخل مصيدة الفقر. السبب الثاني أنها تزيد الإيرادات، لكن زيادة هذه الإيرادات غير مدروس وتأتي غالبا من القروض، فيدخل في مصيدة الفقر. أنا أعتقد أن في السعودية عندنا السبب الثاني هو الكبير، اللي هو القروض والديون الموجودة على الفقراء. هو تكلم على ثمانية متغيرات تسبب هذه المصيدة. الأول تكلم على المساعدات، يتناقش هو بجميل بطريقة، هو جانب تطبيقي وعلى دراسات عشوائية وثم دراسة حالة، يقيس ما بين اللي يستخدم عليهم هذه الدراسات والأشخاص الذين لا يستخدم عليهم هذه الدراسات، اللي يسمون الدراسات المطولة. فبدأ أول نقطة يدرس المساعدات، هل المساعدات مفيدة أو مضرة للفقراء، وطبقها على قرابة يعني 16 دولة. ثم بدأ يتكلم عن الصحة، متغير الصحة، هل الصحة فعلا هي تسبب الفقر للفقراء؟ ثم تكلم على التعليم، هل سبب عدم تعليم الفقراء هو السبب في الفقراء؟ ثم تكلم في النقطة الرابعة على الإنجاب والأسرة، توسع الأسرة والأسرة الكبيرة والأسرة الممتدة، هل هي فعلا سبب في الفقر؟ ثم تكلم على التحوط والقروض، هل هو فعلا من أسباب الفقر ولا هو عدم وجوده عند الفقراء؟ ثم تكلم على نقطة الادخار
وأن الفقراء بطبيعتهم يدخرون لكن نحن تدخلاتنا قد أحيانا تضر في ادخار الفقراء. وتكلم في النقطة السابعة على الاستثمار وريادة الأعمال الاجتماعية وطول فيها، والصراحة يعني بدأ ينتقد بشكل كبير للتمويل الأصغر، وطرحت الأستاذة نور عبد الكريم التمويل الأصغر، وطرح الأستاذ نواف التمويل الأصغر، ثم ناقشوا بصراحة يعني بأريحية وقال إن التمويل الأصغر قد يكون يعني إشكالية في كثير من الأحيان على الفقراء، وأنه يسبب لهم إشكاليات، لنا بدينا نسميهم رواد أعمال اجتماعيين وحقيقة ليسوا رواد أعمال اجتماعيين. ناقشها يعني بموضوعية، قال لك رواد الأعمال دائما يدخلون في الشراكة وليس بضمان رأس المال، نحن مع الفقراء لا ندخل بالشراكة للأسف، إنما في الغالب نضمن رأس المال. فيقول هذه يعني ما أدري وش يقول، صرنا أصعب من البنوك معهم. تكلم في النقطة الأخيرة على السياسات الاقتصادية، وأن البنوك والمؤسسات المالية لا تراعي الفقراء، وأنها لا تعطيهم إلا مثلهم مثل غيرهم، رجل الأعمال مثل الشخص الفقير. صراحة الثمان النقاط هذه تكلم عنها في الكتاب، والجميل أن المؤلف فائز بجائزة نوبل، وهو أصلا في معهد عبد اللطيف جميل، وهذا المعهد هو مختص في مكافحة الفقر ويشجع الباحثين على هذا الشيء. أنا هذه يعني دكتور معاذ مداخلتي عن هذا الكتاب، وأنا أقول يعني التمكين الاقتصادي أصبح ضرورة، لكن أن نراعي يعني المتغيرات الكثيرة وطبيعة المنطقة عندنا في المملكة العربية السعودية. فالفقراء عندنا يعني جانب التمويل، جانب أشياء كثيرة، يعني لا ندخلهم في صعوبات أو نعمل على إزاحة المشكلة وليس على علاجها، فنخرجهم من دائرة مثلا دائرة تحمل وزارة الاستثمار إلى دائرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهم هنا أطلعوا وأخرجوا سجلات تجارية وعملوا، ثم دخلوا عندنا في وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية. فالعلاج الجذري مثل ما ذكر في التمكين الاقتصادي، أنا أعتقد أنه علاج مهم، النماذج الموجودة عندنا في المملكة تعميمها، قابليتها للتعميم وللتطبيق، دور الجامعات، الصراحة أنا أقول دور الجامعات كبير جدا جدا في معالجة الفقر والتمكين الاقتصادي. الجامعات التي لديها مخزون معرفي كبير جدا جدا، عدم قرب بشكل كبير ما بين الجامعات وما بين القطاع غير الربحي، أنا أعتقد أنه هذه من أكبر الصعوبات اللي يواجهها القطاع غير الربحي، فهو في بعض الأحيان هو يقوم بمحاولة والخطأ بالمحاولة والخطأ حتى يحصل على التجربة الصحيحة. أتمنى أن كل جامعة فيها معمل للقطاع غير الربحي، دعونا نأتي بممارساتنا للجامعات ونطبق داخل الجامعات، وننظر ماذا تنتج لنا الجامعات في علاج مشاكلنا خاصة مع الفقراء. شكرا دكتور، أطلت عليك، أتمنى أني وفقت لي. كثر خير، يعني إضافة الله يسلمك، لكن حقيقة فعلا إحنا مضغوطين في الوقت والمداخلات كثيرة نبغاها. دكتور علي الفوزان دائما يدرب الجمعيات في موضوعات المقائمة المالية والشفافية ومؤشر السلامة المالية والاستدامة المالية، الحقيقة مواضيع كثيرة. ولفت انتباهي أمس في غزارة الاستشارات منصات التمويل الجماعي للقطاع غير الربحي، وفي نفس الوقت أمس يعني فاجئنا الأخ العزيز الغالي الأخ عمر راضي بأن هناك إطلاق قبل أوانه لشركة جديدة سعودية هي شركة إمكان. معنا الأخ عمر عبد العزيز الراضي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إمكان، وهي منصة التمويل الجماعي المطلقة من المملكة العربية السعودية تحت تنظيم هيئة سوق المال. تعطينا فكرة، الله يحفظ حياكم الله أستاذ عمر، وأعطونا فكرة الله يحفظكم على الشركة. الله يحييك، الله يحييك دكتور معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا للمنظمين وشكرا للدكتور معاذ على إتاحة الفرصة لنا، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل حفظه الله على إتاحة الفرصة لنا جميعا بالمشاركة، وسعيدين حقيقة بمشاركتنا في هذه الورشة لتقديم نبذة مبسطة عن التمويل الجماعي، تمويل الملكية الجماعي. حقيقة إيمانا منا برؤية المملكة 2030 كاقتصاد مزدهر ووطن طموح، اليوم المملكة العربية السعودية هي البيئة المناسبة للشركات الواعدة التي ستقود التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار. تطمح بمنصة إمكان العربية للتمويل الجماعي
المساهمة في تنمية ونجاح أحدى مبادرات القيادة السعودية، مبادرة برنامج تطوير القطاع المالي. انطلقت منصة إمكان العربية من إيمان قوي وراسخ بقدرة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الذين يحلمون بكثرة ويملكون طموح وعزيمة وجخف بخلق التغيير في وطننا الغالي، وهذا لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات والمخاطر. وقد كان الدافع وراءنا هو عالم ما بعد الركود والاستثمار في الجيل القادم، وهذا هو فعلا الفارق، حيث كان من الصعب على أصحاب المشاريع الطموحون وجمع مبلغ من أجل أفكارهم المبتكرة صعوبة وتحديات. وتنمية مشاريعهم الواعدة وتحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس مليء بالمخاطر والتحديات الصعبة حفز ذلك على جعل الاستثمار في الشركات الواعدة في متناول الجميع ومن مختلف أفراد المجتمع، بحيث مكننا الآن الشركات الواعدة والناجحة والجاذبة الاستفادة من الدعم الذي سيحصلون عليه من العملاء والمستثمرين المباشرين والباحثين عن الفرصة لتغذية هذه الرؤية الاستثمارية وجعل الغد أكثر انتاجية واستقرار. حقيقي أشكر الدكتور معاد على إتاحة فرصة التحدث وإعطاء نبذة بسيطة عن إمكان العربية للتمويل الجماعي، فهي منصة مبتكرة وآمنة تمكن المستثمرين بأنواعهم المختلفة من شراء أسهم في المنشآت الواعدة المدرجة في المنصة. في ذات الوقت نوفر للمنشآت الصغيرة والناشئة والمتوسطة الوصول لرأس المال المغامر لدعم نمو الأعمال ونطاق الأعمال. فمنصة إمكان العربية هي منصة خاضعة للأحكام واللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية بتصريح من هيئة سوق المال، التي تهدف لتوفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية ما يسمى بالفنتك في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. كما أصدر مجلس الهيئة قراره بموافقة على طلب تصريح تجربة التمويل التقني المقدم من شركتنا لإنشاء منصة تمويلية تساهم في تحقيق هذه الرؤية. وبناء على هذا التصريح ستتمكن شركة إمكان العربية المحدودة من اختبار منصة التمويل الملكية الجماعي الذي من خلاله يستطيع المستثمرين المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها، وهذا فعلا سبق تنوع في صناعة المال والأعمال وقناة تمويلية جديدة مكملة لقناة تمويلية التقليدية الآن. وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية، والتي تعزز من الارتقاء بمستوى الشفافية والحماية اللازمة للعملاء. ركزنا في إمكان على المورد البشري الوطني السعودي لكونها شركة سعودية 100%، والاستثمار الحقيقي في الوطن الغالي هو هدف توريد موارد بشرية تقوم على التحديات. وحقيقي استقطاب الكفاءات المهنية لهذا المشروع كان فعلا مليء بالتحديات. ففريق العمل الآن في إمكان هو فريق متوفر من نخبة من المستشارين والمتخصصين في القطاع المالي والاستثماري والاقتصادي في المجال القانوني والتقني، بالإضافة إلى خبرات الفريق في إدارة الوصول وإدارة الثروات المصرفية الاستثمارية وتأسيس إدارة الشركات المتوسطة والصغيرة. حقيقة الدكتور معاد، لقد تطور الآن التمويل الجماعي عبر الإنترنت تطور كبير مغير لعالم المفاهيم والأفاق الاستثمارية الجديدة، وقد استفاد العديد من رواد الأعمال في الخارج من هذا التطور حتى يومنا هذا. ونود أن نؤكد أن الجميع الآن سوف يكون متاح له الآن من أفراد ورواد أعمال الراغبين بالاستثمار في الشركات الناشئة جزء من هذه الثورة. تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس لاقتصاد القرن 21، لذا فإن مهمتنا الآن في إمكان العربية هي إشراك المجتمع في النمو الاقتصادي لهذه المنشآت التي يقف خلفها أشخاص يعيشون ويعلمون أن الإبداع داخل هذه المنشآت النابضة مليئة بالحياة والآفاق والآمال المأمول إن شاء الله بتحقيق الرؤية 2030. لقد تمكن إمكان العربية تأسيس إطار متكامل لأنشطة التمويل الجماعي
يتميز بالسلاسة والجودة لضمان بيئة موثوقة وآمنة لكل أطراف التمويل الجماعي من مستثمرين وباحثين عن التمويل. لذلك نحن نسعى لتطبيق أفضل الممارسات من شتى منصات التمويل الجماعي العالمية والتي تتوافق مع قوانين ولوائح المملكة السعودية بإذن الله. نسأل الله التوفيق للجميع وأشكركم على هذه المداخلة. شكرا أستاذ عمر، الله يحفظكم. لا شك أن التمويل هو عصب ريادة الأعمال الاجتماعية، وسواء كانت الأفراد الذين سيعملون بعد ذلك مع القطاع غير الربحي، فوجود هذه المنصة التي عجلتم بإطلاقها أو هيئة سوق المال عجلت بإطلاقها تجاوبا مع هذه الجائحة، ولا شك جزء من الحس الوطني للتجاوب، وهذا هو المؤمل في الجميع، كل القطاعات، قطاع المالي وقطاع الأعمال، قطاع الحكومي وقطاع غير ربحي، يتكاتف الآن لنهضة كاملة حتى نستطيع مقاومة أثار هذا الفيروس. معنا المهندس صالح المحيسن من مركز طابة للدراسات والوصايا وقفية والوصايا. تفضل مهندس صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير دكتور معاذ. عندي ثلاث نقاط، هي إشادة وطلب واقتراح. الإشادة أولا بصاحب السمو الملكي الأمير الشباب حقيقة سمو الأمير سعود بن خالد في تبني لهذا المشروع، وهذا يعني وجوده جزاه الله خير معنا في الأيام هذه، واهتمامه الشخصي بالورشة، وبالتالي بكل صراحة معالي الدكتور عبد العزيز رئيس الجامعة الطيبة تواجده على طول ومتابعته، وحتى أشوفه حتى يسجل، تجي أحيانا صور ويسجل ويكتب، ومعالي الدكتور بندر. أنا أقصد بصراحة هذه الإشادة تؤدي للطلب، أنه طالب من سمو الأمير أنه مثل هذه اللقاءات تكثر بهذا الشكل، ترى الناس يحضرون لسهولة الحضور، يعني أخواننا من خارج المدينة سهل عليهم يحضرون ويشاركون ويدرون بطروحاتهم واقتراحاتهم حتى اللي خارج المملكة. وطالب وأرجو من سمو الأمير أن تبدأ تكثر مثل هذه اللقاءات بشكل مرتب ومنظم وبشكل تخصصي. أخيرا الاقتراح للإخوة في الوزارة والدكتور جواهر خاصة، أنه جزاهم الله خير، نحترم المنهجية ونحترم المعايير التي على أساسها اختاروا المناطق لثلاث من 13 منطقة لإنشاء الجمعيات الاقتصادية، لكن يا دكتورة جواهر والكلام للجميع، وأعتقد أن كثير من المسلمين وبس اللي حاضرين يؤيدون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، البركة فيها بركتان، والآن كل العوامل المشجعة وكل المعايير المنطبقة على الإخوة في المناطق الثلاثة تؤكد 100% أن المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أولى من كل مكان في العالم، لأنه أقل ما فيه كل العواطف المسلمين بإذن تعالى سترى أثراً كبيراً جداً للمساهمة. اللي كان ناوي يساهم عفواً بوحدة واحدة سيساهم بعشر وحدات. الأمر الثاني البركة، انطلاق هذا المشروع والفكرة الجميلة حقيقة من وزارة الموارد البشرية على الجمعيات التمكين الاقتصادي الاجتماعي، جميلة أن تنطق فيها بركة وفيها خير، فإذا انطلقت من مدير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بركة واحدة وإنما بركتين. وبالتالي أنا بصل إلى أنه كما ذكر أكثر من أخ من قدم أوراق ومن المداخلين، أنه لماذا ننتظر؟ يعني مع احترامي الوزارة وسرعتها وجزاهم الله خير النقلات الكبيرة جداً، لدينا كما ذكر الأخوة، أحد الأخوة ذكر أنه في أكثر من جمعية جاهزة الآن في المدينة، لنبدأ يا أخواني، لنبدأ في التحول ولنضع خطة زمنية متدرجة. أنا لا أريد القفزة مباشرة، ليس شرط أن بكرة نصير جمعيات تنموية ونترك الرعوية، لا، هي جمعيات في جزء من جمعياتنا جاهزة ولها تجارب حقيقية وفي الميدان، يعني قصة العلا وقصة السواك وقصة الإسكان وغيرها من القصص الموجودة في المدينة تذكر فتشكر. أرجو أن تأخذ فعلا الاعتبار وتعطينا فرصة أن نبدأ نحن في جمعياتنا، إذا كنا نتكلم عن أكثر من جهة خيرية، طبعا أقصد الجمعية الخيرية والأوقاف، أكثر من 80 جمعية في المدينة ناهيك على المنطقة كلها لديها الإمكانية، خلنا نأخذ 10% منها بس ونطلقها، نقول بدأنا توكلنا على الله، على ما تبدأ جمعياتنا الأخرى وفعلا ونبدأ في التدريب والتأهيل والمأسسة وتمكين القدرات سواء على المؤسسات والجمعيات، يعني كل هذه العوامل أرجو أن
وارجو انها تكون توصيه ومن بعدها نفذ. وجزاكم الله خير دكتور معاذ. واضح واضح مهندس صالح، شكرا لك على هذا. يعني نفس كما يقولون النبره، نبغى نستضيف مداخله من الاستاذ علي الثقفي في مدير إدارة التأهيل في المستودع، جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة. أستاذ علي، أولا نرحب بك، حياك الله. والجمعية كان لها دور فاعل من ضمن الجمعيات التي عملت تحت مجلس الجمعيات الأهلية وبإشراف الأمارة، مشكورين في مبادرة خير المدينة خلال الفترة الأولى من الأزمة. أستاذ علي، مستودع الخيري منتشر على منطقة المدينة المنورة في المحافظات ومراكزه في المدينة، ولديكم إدارة متخصصة في التأهيل التي يعني تنقل الأسر من وضع إلى وضع. هل ترون يعني مما اقترحه الزملاء سواء كان في الوزارة أو في بنك التنمية ومركز مداد وبنك الإسلامي للتنمية، هل ترون أن إمكانية التطبيق الذي عجل أو يعني طالب مهندس صالح بتعجيل تطبيقه في المدينة المنورة، هل ترون أن جمعية مثلا المستودع الخيري يعني تستطيع أن تكون الجمعيات التي تطبق النقلة هذه؟ تفضل أستاذ علي. أستاذ علي الظاهر أنت حاطط المايك على ميوت بس. ألو. طيب الظاهر. طيب إحنا يعني لما يجي أستاذ علي، عندنا أستاذ علي القزلان مدير أو رئيس مؤسسة سليمان راجح الخيرية في منطقة المدينة المنورة. وعليكم السلام أستاذ علي. أيوه علي الثقف. تفضل الله يحييك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام، قرب بس من المايك الله يخليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمقام أمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل راعي هذا الملتقى المبارك الجميل. والشكر موصول لجامعة طيبة على هذا التنظيم وحسن الإدارة للملتقى، وشكر خاص لكم أنتم سعادة الدكتور معاذ مهندس هذا الملتقى. أيها الأحبة، كلنا يعلم أن رؤية المملكة 2030 أكدت على تعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته وتمكينه إلى التحول نحو مؤسسة الجمعيات الخيرية واستدامتها عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي وتسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية بما يسهم في نمو القطاع بسرعة ومواصلة العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع والأجهزة الحكومية لتحويل أهداف الرؤية إلى واقع. من هذا المنطلق حرص مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري، وقبل عامين انطلقنا بمشروع اكتفاء أو برنامج بالأصح، هو برنامج اكتفاء. هذا البرنامج يهدف ويستهدف بالأصح تأهيل 60% من الأسر المستفيدة من الجمعية لتحويلها من الرعوية إلى الاكتفاء والإنتاج، ويضم تحته عدد من المبادرات والمشاريع التي تحقق التنمية المستدامة للمستفيدين من الجمعية، ويتم دعمه وتنفيذه من خلال شركاء فاعلون ووفق منظومة عمل مشتركة، تشرف عليه لجنة تنفيذية أيضا من الجمعية تشرف على آليات العمل. انطلقنا قبل عامين تقريبا، ويعني مسحنا منطقة المدينة كاملة بفروع الجمعية 14 فرعا حتى نخرج بتصور كامل واضح نستطيع أن نخدم فيه منطقة المدينة. وحقيقة أنا يعني قبل أن أكمل أريد أن أؤكد أنه من مزايا المدينة التنافسية كما
ذكر يعني أصحاب المعالي والمداخلون الميزة الدينية، أنا أريد أن أضيف أيضا ميزتين أخريين. الميزة طبيعة الجغرافية للمدينة، تنوع البيئي في المدينة يعطيها ميزة تنافسية، فعندنا السهل وعندنا الجبل وعندنا الساحل وعندنا، بحيث نستطيع أن نقيم مشاريع تنموية في شتى منطقة المدينة تخدم هذه المنطقة وتحقق أيضا لها التنمية وتحقق للأسر التي تنتمي في منطقة تعيش في منطقة المدينة تحقق لهم الاستقرار المالي والاستقرار أيضا في مناطقهم دون الحاجة إلى الارتحال والهجرة إلى المدينة أو غيرها من المدن. ما هو يعني هذا المشروع، أو أعطيكم نبذة سريعة كذا بس خفيفة لأن الوقت حتى لا أخذ مزيد من الوقت. برنامج اكتفاء يعني وضع له خطة استراتيجية، وضع له خطة تنفيذية، التنفيذ يكون عن طريق 14 فرع، كل فرع يضع خطته التنفيذية من خلال الأهداف الاستراتيجية التي وضعت من الإدارة الرئيس، بحيث تكون هذه الأهداف أو هذا التنفيذ أيضا يكون تنفيذ منطقي وواقعي على أرض الواقع، يخدم كل فرع فيه المنطقة التي هو فيها. انطلقنا في ثلاث مسارات، مسار التوظيف ومسار البرامج التدريبية ومسار المشاريع التنموية. تحت كل مسار من هذه المسارات أيضا مسارات صغيرة، كل هذه المسارات لم تبنى هكذا نظريا، وإنما بنيت من خلال احتكاكنا بالأسر، من خلال قواعد البيانات التي جمعناها من خلال الأسر، من خلال تواصلنا مع الأسر، من خلال الجلوس الجلسات الشخصية مع أبناء الأسر، ووجدنا أن هذه المسارات هي التي يحتاجها الناس. مسار التوظيف المباشر أو مسار التدريب المنتهي بالتوظيف أو مسار المنح الدراسية، كل هذه تحت مسار التوظيف. عندنا أيضا مشاريع التنموية، عندنا المشاريع التنموية الصغيرة المتناهية الصغر التي تعتمد على التمويل المباشر كمشاريع الأسر المنتجة، عندنا مشاريع صغيرة ومتوسطة. وهنا أنا أبغى أذكر يعني شيء يمكن للجمعية تقوم فيه لأول مرة في تصورها، إحنا من خلال الجلسات مع الشباب وجدنا أن الشاب ينقصه أمران: المال والخبرة. فالمال نحن ندعمه بالمال، ولكن الخبرة قد يفتح الشاب مشروع معين أو يفكر هو يعني من طموحه أن هذا المشروع سوف ينجح ثم يخسر هذا المشروع. فوضعت الجمعية منهجية في ذلك، أن الشاب الذي يريد أن يلتحق معنا بعد كتابة العقد طبعاً يمر بعدد من المراحل، إحنا مرحلة الاكتشاف، مرحلة القبول والشراكة، مرحلة التمكين، مرحلة المتابعة وقياس الأثر، ومرحلة ضمان الاستدامة. لكن الشاب يمر معنا بثلاثة مراحل، اللي هي علشان نضمن أن المشروع الذي يدخل فيه الشاب هو مشروع ناجح. هذه المراحل الثلاث، أولاً مرحلة التوظيف، مرحلة التوظيف والتشارك، والهدف من هذه المرحلة تحسين الدخل واكساب الشاب الخبرة وإثبات الجدية حتى نشعر. طبعاً هذا المشروع الجمعية تمتلكه بداية، حتى المشاريع الصغيرة المشاريع المتوسطة تمتلكها الجمعية، بحيث أنه يكون معنا هذا الشاب موظف. المرحلة الثانية مرحلة التمكن، المشاركة والتمكن، وفيها يتم رفع وتحسين الدخل وإثبات الذات والتمكن، وله أيضا ميزة أنه يكون مساهم يأخذ جزء من الأسهم. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التمكين، كل مرحلة تستمر عام مرحلة التمكين، وفيها أننا نضمن أن الشاب هذا قد اكتسب الخبرة الكافية، ضمان هو ضمن أنه سوف يحقق مردود جيد
ثم نخير هذا الشاب بين إن رغب في امتلاك المشروع أو أن يستمر بالعمل كموظف وله أسهم وهو شريك معنا في هذه الجمعية. الفكرة وضحت يعني سامي، أنا ما بقاطعك أستاذ علي يعني حقيقة يعني توصيف البرنامج واضح والفكرة وصلت، لكن إحنا الآن يعني بصدد عشان النقاش وعشان نبغى نستفيد من ضيوفنا الدوليين والوطن من الجهات الوطنية، يعني فكرة وضحت حقيقة البرنامج، ولكن ما مدى اعتقادك موافقتك يمكن، وأنا أعرف ما أريد أحرجك في هذا السؤال، ولكن يعني كما تستطيع أن تجيبنا عنه كمدير إدارة التأهيل في الجمعية هذه التي كم عدد المستفيدين؟ كم شخص مسؤولين عنه أنتم الله يحفظكم؟ الجمعية فيها ما يقارب 300 موظف الجمعية. لا لا أقصد المسؤولين عنهم الأسر اللي يترعونها. أيوة بالنسبة للأسر هذا أكثر من 20,000 أسرة. فتتحدث عن أسر كثيرة على مستوى المنطقة. السؤال، هل تعتقد الآن بعد الطرح اللي سمعناه أن الجمعية جمعية المستودع كمثال يعني ممكن تكون مستعدة لخوض التحول التنموي هذا مع هذا المشروع الجميل، وهذه كون أنتم يعني خطوا هذه الخطط والبيت الاستراتيجي تم ترتيب وانتهى الأول والآن بديتوا في الثاني ما شاء الله المستودع، إيش رأيك يعني هل هذا شيء يمكن يعني خوضه على عجالة الله يسلم؟ طيب الجمعية مستعدة تماماً، لدينا الخطط الكاملة في انطلاق هذا المشروع، التصور الكامل في منطقة المدينة، ونسعد بالشركاء يعني حتى الصناديق احنا وضعينا، لكن ما في مجال اني اتكلم يعني اكثر عن المشروع، لكن كل شيء جاهز عندنا، البنية التحتية تقريباً جاهزة تماماً للانطلاق بإذن الله. وهذا ما يهمنا اليوم على مستوى هذه الورشة التي تجمع يعني رؤوس الجهات وخبرائها، أن نعرف مدى الجاهزية حقيقة والاستعداد لدى جهة فعلا. الحقيقة ضيوفنا الكرام سوف نعود لكم لبعض الأسئلة، ولكن نبغى أخذ مداخلة حقيقة مع الأستاذ علي القزلان، وهو يعني مسؤول عن أحد هذه المؤسسات المانحة في منطقة المدينة، والتي مجموعة مؤسسات مانحة سخرت كل إمكاناتها في المنح لمعالجة آثار الجائحة خلال الفترة الماضية. أستاذ علي حياكم الله. حياك الله دكتور معاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة سعدت بالمشاركة في هذه الورشة اللي نظمتها جامعتنا العريقة جامعة الطيبة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة جزاه الله خير وسمو نائبه جزاه الله خير جميعا على هذا الرعاية، وما شاء الله تبارك الله دكتور عبد العزيز حريص على المشاركة في كل أيام الورشة جزاه الله خير، صلى الله يبارك في عمرك دكتور عبد العزيز. أثني بالشكر للدكتور معاذ على جودة إدارته للجلسات هذا اليوم. سأختصر مداخلتي في نقطتين. النقطة الأولى هي أن أشكر مركز مداد على الدراسة المعدة، والمركز رائد حقيقة في الدراسات المتخصصة لخدمة القطاع غير الربحي. في جزئية صغيرة ودي من الدكتور خالد، لو يراعى في عند تحديث الدراسة أن يكون عدد الشريحة أكثر عدداً وأكثر تنوعاً من العدد السابق في الدراسة الإصدار الأول من الدراسة. النقطة الثانية، يسرني حقيقة أن أزف إليكم انتهاء دراسة أعدتها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بعنوان دراسة الاحتياجات المجتمعية لمواجهة آثار جائحة كورونا، وهي دراسة تناولت الخدمات الجليلة التي قدمتها وما زالت تقدمها حكومتنا المباركة في مختلف المجالات وعلى من قبل عدد كبير من الجهات الرسمية الوزارات وغيرها، وأيضاً ترصد الدراسة آراء الخبراء والمنفذين في مواجهة الأزمة بهدف المساعدة في الإجابة على السؤال ملح حقيقة، وهي ما هي احتياجات المجتمع في هذه الأزمة في مناطق المملكة. شارك في الدراسة في على مستوى المناطق 13 المئات من المشاركين. سأرسل رابط الدراسة والملخص التنفيذي لها إلى الدكتور معاذ جزاه الله خير ليزود بها الجميع بإذن الله. الدراسة أعدت لفترة من تاريخ 8 شعبان إلى تاريخ 8 رمضان، يعني فترة 1 أبريل إلى 1 مايو، ولكن يتم تحديثها كل شهر خلال فترة الأزمة وفقاً للمتغيرات والمعطيات المستجدة، ويسعد الفريق بأي ملاحظات أو إضافات ليتم تضمينها في النسخة الجديدة قبل يوم 25 من كل شهر ميلادي. وفي الدراسة هناك عدة وسائل تواصل مع فريق العمل،
فنسعد حقيقه باي اضافات او اي ملاحظات على الدراسه. اشكر حقيقه في النهايه الجامعه وعلى هذا الاعداد وهذا الترتيب، واثني بالشكر لك يا دكتور معاذ وجزاكم الله خير. شكرا شكرا، حقيقه مهم جدا انك اشرت للدراسه، لانه الكثير من التوصيات كانت تشير الى ان اهميه بدء بعض الدراسات تقصي الاحتياج، فهذه لا شك انها دراسه ابتدائيه يعني وتكون نواه للعمل. نرجع لضيفنا استاذ مهندس نواف الله يحفظكم اعطاونا، مما سمعتم الان من الاستعداد الداخلي داخل منطقه المدينه المنوره وما لدينا من برامج، أنا أعرف أنه لديكم في الصندوق تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية بخصوص صندوق دعم الجمعيات، هذا الصندوق حديث الإطلاق الذي غذته أنشأته الوزارة وغذته هيئة الأوقاف معها، ما هو طبيعة هذا التعاون وكيف يعني يمكن أن يثمر عن فائدة للمنطقة في الفترة القادمة؟ طيب شكرا جزيلا على السؤال، جزاك الله خير. أول الحقيقة أنه إدارة التمكين الاقتصادي تواصلت مع البنك، تواصلت مع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في ما يتعلق بهذا الصندوق، وإلى الآن التواصل هو عبارة عن تشاور وتباحث ودراسة آليات التعاون وصولا للتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، حتى مسودة مذكرة التفاهم تم تبادلها بين الأطراف بهدف أن يقوم البنك بما لديه من خبرات بتزويد أو بلعب دور في هذا الصندوق، مثل إدارة صناديق التمكين الاجتماعي أو صناديق الأثر الاجتماعي، أيضا يعني كان في العرض شريحة أو شريحتين عن هذا الموضوع، ولكن البنك مستعد من الناحية الفنية وخبراء الإدارة ذهبوا إلى الوزارة وتبادلوا هذه المعلومات، بحيث أنه قدرة البنك على إدارة الصناديق معروفة، إما يعني قدرة البنك على إدارة الصناديق الوقفية، على إدارة صناديق التمكين الاقتصادي، على إدارة صناديق الأثر الاجتماعي أيضا، فالبنك عرض هذه الخبرات على وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية أيضا حتى عرض آلية التمويل وآلية الإدارة، وأيضا من الأشياء المطروحة للبنك يلعب دور فيها هو المساهمة، أيضا المساهمة في رأس مال الصندوق نفسه من خلال الوقف الإنمائي اللي موجود بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بحيث أنه البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي يساهم في رأس مال صندوق دعم الجمعيات في الوزارة، وبالتالي يتم هذا التعاون ويلعب البنك دورا كبيرا في إدارة بعض الصناديق المنشأة عن صندوق دعم الجمعيات. أيضا في موضوع بناء وتطوير قدرات الجمعيات، البنك عنده خبرة طيبة وهي اللي عرضتها في فلسطين، يعني من أقوى تجارب البنك في بناء قدرات الجمعيات والقطاع الثالث وما عرضناه في فلسطين، أيضا البنك مستعد يقدم هذه الخبرة كاملة لصندوق دعم الجمعيات، وصندوق دعم الجمعيات بالتأكيد هو سيشمل جميع أرجاء المملكة. لكن سمحت لي أيضا أضيف في موضوع يعني بالإضافة إلى هذا التعاون الهام جدا في موضوع صندوق دعم الجمعيات، أيضا فيما تحدث جميع المتدخلين على سرعة الاستجابة وعلى أنه نبدأ الآن وليس بعد أسبوع ولا بعد سنة في موضوع المدينة المنورة، وخصوصا أنه هاي الورشة يعني ما شاء الله تحت مستوى عالي جدا من التنسيق والحضور وتحت رعاية سمو أمير المنطقة، فبالتالي احنا كل المحتوى الفني كل التجربة العملية هي ملك للبنك اللي خدناها فلسطين، من قام بهذا العمل في فلسطين هو البنك، فإحنا كل هذا التجربة هذا المحتوى مستعدين نحطها بين إيديكم تمام، ويتم تشكيل يعني جسم راعي لهذه العملية، مؤسسة تمكين المدينة المنورة على سبيل المثال، أنا أقترح من نفسي يعني منورة تمكين، الطيبة تمكين، بحيث أنه تقوم هذه برعاية بناء قدرات جميع الجمعيات في المدينة المنورة، وزي ما تفضلوا الزملاء نبدأ تدريجيا، نبدأ بعشرين ثم عشرة ثم عشرة ونبدأ بعشرين، وننقل هذه المؤسسات من العمل الطوعي إلى العمل شكراً. شكرا شكرا مهندس نواف. معالي الدكتور يعني حقيقة اللسان يعجز عن شكركم على تكريس وقتكم وجهدكم وكل مقدرات الجامعة لهذه الورش،
يعني يتردد اسم الجامعة كثيرا، ومعاليكم في السنوات هذه التي ما شاء الله عطائكم كرئيسا للجامعة مديرا رئيسا لها يعني قدمت الجامعة الكثير. الآن في ظل هذه الجائحة اسمح لي معاليكم يعني أن أسألك سؤال، وأنا كأحد يعني أبناء هذه الجامعة أبناء المنطقة أسأل، مما رأينا الآن معالي الدكتور كيف ترون الله يحفظكم خطواتنا القادمة بعد التوصيات؟ يعني أنتم من يعلمنا دائما ألا تنتهي الأمور إلا ونحن قد عقدنا العزم على بدء أول خطوة، فما هو توجيهكم الله يحفظكم؟ شكرا دكتور معاذ، حقيقة شكرا للأخوة المحاضرين والمحاضرات وأيضا المداخلين الذي كانوا أضفوا إضافة قوية لهذه الورشة ولهذه الجلسة بصفة الخصوص. حقيقة المدينة المنورة هي أحد المواقع الاستثمارية الجيدة التي لربما تأخرت قليلا ولكن لعله خير، فالقادم إن شاء الله تعالى سوف تجنيه بشكل كبير. اليوم يمكن سمعنا بعض الأطروحات الجميلة جدا جدا والمبادرة الجميلة، ويمكن أنا كنت حقيقة واضع سؤال يعني من قبل يعني من يومين كذا في الأخير، قلت ما هو العمل الكبير أو المبادرة الكبيرة من هذه من هذا اللقاء من المحاضرين الذين لهم خبرات يعني مختلفة في مواقع مختلفة، خبرات طويلة وخبرات وتجارب، ما هي المبادرة الجميلة التي يجب أن نخرج بها من هذه الورشة للمدينة المنورة، خصيصا للمدينة المنورة تنظر في 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 قيمتها التنافسية، تنظر في موقعها الجغرافي، تنظر في في جميع المتغيرات الموجودة بها. حقيقة ويمكن يعني ما ظهر يمكن الدكتورة جواهر الله يجزاها خير وهي عرضت هذا العرض الجميل، وهو مبادرة تمكين الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة وما يحتاج هذا الأمر. أنا بتصور إنه هذا هو برنامج العمل القادم مع البرامج الأخرى المختلفة. طبعاً إحنا نضع التوصيات بإذن الله ونناقشها بعد قليل، لكن نحتاج برنامج عمل يمكن الجامعة تسهم فيه إسهام كبير جداً جداً بهذا الخصوص، لوجود حقيقة الكليات الاقتصادية، كليات جميع الفكر الموجود، وأيضاً يعني تستطيع أن تمتد إلى خارج المدينة، وأيضاً مع ضيوفنا الكرام اللي لن نتركهم إن شاء الله تعالى إلا أن يضيفوا لهذه الدراسة، لربما فيما بعد نعمل ورشة عمل واحدة اثنين ثلاثة على هذا العمل الذي سوف ينطلق إن شاء الله تعالى فيما بعد، لكي يكون على قاعدة أساسية جميلة يضع لها الدراسات، يضع لها الممكنات، يضع لها المنظمات، يضع لها الانطلاقات إن شاء الله تعالى بإذن الله. ولا شك أن من ممكناتها القوية هو حقيقة التوجه الكبير لدى سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، وأيضا كذلك حقيقة راعي هذه الورشة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، على هذا التوجه الجميل لهذه المدينة المنورة بإذن الله تعالى. فطبعا هنحتاج بعدين أذرع استثمارية، أذرع كثير استشارية، أذرع حقيقة كلها لتصب في هذا العمل الكبير. طبعا عندنا صناديق كثيرة مختلفة، يعني حقيقة البنك الإسلامي للتنمية، بنك التنمية الاجتماعية، وزارة الموارد البشرية والاجتماعية، أيضا القطاع الخاص، كثير من الصناديق ذات الاختصاص ممكن أن تدفع بهذا الموضوع، ونضعه ميجا بروجكت حقيقة تمكيني مجتمعي للمدينة المنورة، ويسمى باسم كذا يحفظ ايضا كذلك يضع اسم المدينه المنوره بهذا المبادره ان شاء الله تعالى باذن الله. واعتقد كل من يسمع بس فقط اسم المدينه المنوره في داخل هذا الامر كل سوف ان شاء الله تعالى يدفع به الامام. فأنا اليوم حقيقة سعيد جدا على مثل هذا الطرح ومثل هذه اللقاءات، ونعدكم إن شاء الله تعالى لن تكون الأخيرة، سوف يكون هناك إن شاء الله تعالى بإذن الله ورش أخرى واعدة في على مستوى
منطقة المدينة المنورة تدعم جهة معينة ونلقي عليها الضوء ونظهر أيضا كذلك ونخرج ببعض التوصيات التي تدفع قدما في تنمية منطقة المدينة المنورة. وحقيقة الجمعيات الخيرية موجودة، ويمكن يعني أنا مسؤول عن يعني برنامج المدن الصحية هو اللي تحت يعني منظمة الصحة العالمية، وجمعنا جميع الجمعيات الخيرية تحت هذا البرنامج، ما تنطلق يعني جمعية إلا من خلال هذا البرنامج، لأنها تهتم بالجانب الصحي، تهتم بالجانب الاجتماعي، تهتم بالجانب المعيشي، تهتم بجميع الضوابط الأساسية، وتهتم بجميع متطلبات الفرد المجتمعي لكي يعيش عيشة سوية متكاملة. وبالتالي سوف أيضا نضع جهدنا مع جهد الأخوان وجهد البقية لندفع هذا العمل الكبير إلى حيز إن شاء الله تعالى التمكين الواقعي، بحيث حقيقة نخدم أهل المدينة المنورة وكل من حتى يأتي المدينة المنورة. ونعرف أن الجمعيات الخيرية تحتاج دعم، وبالتالي نضعها من جانب الرعوي إلى الجانب الاقتصادي المثمر الإنتاجي إن شاء الله تعالى في الطريق. وهذه هي أيضا هي لب حقيقة الرؤية المملكة العربية السعودية، بأن نجعل المجتمع بدلا من أن يكون رعوي إلى منتج، وما طلعت ريادة الأعمال إلا أحد النواتج العملية لمثل هذه الأمور. وحقيقة الجامعة لديها كثير من الخبرات في هذا المجال إن شاء الله تعالى، وسوف تصب كلها في هذا التوجه إن شاء الله تعالى، بمساعدة جميع حقيقة من حضر معنا في هذه الورش، وآخرها يعني حقيقة الورشة الأخيرة اللي هي آخر المسك حقيقة وخاتمة مسك لهذا اللقاء الكبير. أشكركم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم دكتور، الله يحفظكم. الحقيقة دكتورة جواهر وأستاذة نور، كلاكما تمثلان جهتين ممكنة ومشرعة للقطاع غير الربحي، وأستاذة نور من أهم الجهات التي مولت البرامج وبالذات برامج التمكين هي البنك. يعني أنا أعتقد أن الخطوات القادمة من يتضح لنا أنه لن تتم إلا خلال تعاون وثيق جدا بين هذه المنظومة من الجهات، ولذلك هذه إن شاء الله لن يكون آخر العهد بكم، وسيكون عندنا أكثر. هل من تعليق على ذلك؟ الله يحفظكم أستاذة نور. دكتورة جواهر تفضل يا دكتورة. شكراً، الله يعطيكم العافية، وشكراً لمعالي الدكتور على هذا الكلام الرائع. طبعاً أنا من هذا المنبر كنا حاطين 3 جمعيات للبدء فيها، لكن من الآن أعلنها صريحة بحضوركم جميعاً أنه إحنا على استعداد للعمل مع جمعية قائمة في المدينة المنورة لتطبيق البرنامج من اليوم. إحنا يكررنا نبدأ بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها تكون هي أول المدن اللي يتم تطبيق فيها هذا البرنامج. البرنامج بنطبقه خطوة بخطوة إن شاء الله بمشيئة الله بتعاون الجميع، ومن هذا الجلسة الآن إن شاء الله نبدأ مع بعض، وإحنا على تم الاستعداد مع فريق المشروع للبدء في المدينة المنورة بجمعية قائمة. كل ما كان جمعية قائمة كل ما كان أسهل للعمل من إنشاء جمعية من أول وجديد. وشكرا لله جزيكم دكتور. شكرا دكتور، هذا والله يعني شيء يثلج صدورنا. أستاذة نور الله يحفظكم، لن يتم عمل بعد التوفيق إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم يعني تضافر الجهود. بنك التنمية، ماذا يمكن أن ننتظر في الفترة القادمة؟ الله يحفظ. أولا خليني بقول لك أنا سعيدة بجميع المداخلات اللي أنا سمعتها اليوم، لا من البرنامج اللي عرضته دكتورة جواهر ولا من مداخلات الأخوان رؤساء الجمعيات والمشرفين على الجمعيات والإضافة إلى المراكز الاستشارية. طبعاً منطقة المدينة المنورة واعدة بالفرص للبرامج التمكينية اللي أشارت إليها دكتورة جواهر، أو برامج تمكينية أخرى معتمدة سواء على المصادر الطبيعية، ويمكن في تجارب سابقة لبعض المؤسسات الرائدة في هذا المجال زي النماء المنورة وبرامج أخرى. وبالعكس يعني البنك دوره ممكن وممول،
وفي جانب التمويل الأصغر يمكن لو نركز عليه، التمويلات الحسنة، المحافظ التمويلية الحسنة اللي تقدم للجمعيات. يمكن ما يخفيكم أن في 10 جمعيات مدعومة من بنك التنمية الاجتماعية عن طريق محافظ التمويلية في منطقة المدينة المنورة، وهذه الجمعيات ليست فقط مدعومة من محافظ التمويلية إنما مؤهلة كذلك عن طريق الكوادر الموجودة فيها لإدارة هذه التمويلات، ولديها أيضا تسهيلات فيما يخص المعامل الإنتاجية وما يخص البرامج التأهيلية للأسر. فهذا دافع، أو ممكن تكون بنية تحتية تستخدم في أحد البرامج التمكينية. أشارت الدكتورة جواهر إذا وجود جمعية ناضجة أو مؤهلة أو قادرة على أنها تكون يتم إدماجها وإنفاذها في هذا البرنامج، فهذه 10 جمعيات ممكن نشارككم فيها وندعم أيضا تسهيل عملية إدماجهم في هذا البرنامج التمكيني. احنا موجودين، خدماتنا منتجاتنا موجودة، استشارات اللي ممكن كمان ايضا نقدمها، وهذا جانب يمكن اخر من خلال خبرتنا في هذا المجال الدعم اللي تم خلال الفترة السابقة. شكرا. شاكرين لكم، وخصوصا انه يعني نحن نتحدث عن ماذا نعمل والقائم، ولكن حقيقة ايضا يعني انتم كجهة تمويل وكل الجهات تضافر، لا ننسى ان هناك يعني بعض اصحاب الاعمال الذين يعني مهددة اعمالهم بالاغلاق بسبب تأثر الانشطة الاقتصادية الاساسية لهم، او الذين فقدوا وظائفهم او على وشك فقدوا الوظائف. فبالتالي يعني لا شك ان الجميع حريص على التحرك بسرعة حتى يعني نلبي التوجيه الكريم من اصحاب السمو الملكي بتكون التوصيات قابلة للتطبيق وفورية بإذن الله. يعني الحقيقة لم يكن هذا العمل أن يعمل اليوم يعني في نهاية هذه الجلسة الثالثة إلا بفضل من الله وتمكيني سبحانه وتعالى لكل الفريق الذي عمل ورأسه سعادة أستاذ الدكتور سلطان العمري وكيل الجامعة والزملاء الأفاضل، ولا أريد أن أسرد الأسماء حتى لا أنسى أحدا، ولأن الكثير عملوا وعملوا ليل نهار عمل دؤوب. يعني إن كان إنسان يقترح فكرة فالمقترحون كثير، ولكن الذين يعملون مع بعض على قلب رجل واحد مثل هذا الفريق الرائع وبتوجيه ومتابعة حثيثة من رئيس الجامعة لرئيس الجامعة الذي شهادتنا فيه مجروحة، ولكن حقيقة أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. أنا زملائي وزميلاتي الذين عملوا أشكركم جميعا، ومعالي الدكتور شكر خاص لكم حقيقة، أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم ولا يحرمكم الأجر يا رب، ومن يسمع في النية الطيبة والعمل الصالح لخدمة الوطن ولخدمة هذه المنطقة الجميلة العزيزة على قلوبنا جميعا. في الختام أشكر سيد أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي الرئيس الجامعة والسادة الضيوف الذين شرفونا اليوم، والمداخلين الذين أثروا هذا النقاش، وكل الحضور الذين أثرونا أيضا بنقاشاتهم وأسئلتهم التي لم نتجاهلها، بل هي نصب أعيننا ودوننا الأسماء. قاعدة بيانات الآن لدينا بالحضور ثرية جدا تمثل قطاعات مختلفة، القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي، تم الاستفادة منها. كل ما سينتج إن شاء الله وستسمعونه في الدقائق القادمة بإذن الله زميلي الدكتور ماجد الماجد في تلاوة التوصيات لهذه الورشة، والعمل قائم، لقد بدأنا وبكم إن شاء الله نستمر بعد عون الله سبحانه وتعالى. أشكر الجميع مرة أخرى وأترككم في عون الله ورحمته ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور معاذ، ما شاء الله بسم الله عليك أدرت يعني ورشة عمل رائعة بكل المقاييس أمانة يعني، والشكر موصول للمهندس نواف والأستاذة نور والدكتورة جواهر والدكتور خالد على هذا الكم حقيقة من الفكر الجميل اللي سوف يقود إن شاء الله تعالى العمل القادم إلى أن يكون واقعا بإذن الله. بإذن الله دكتور ماجد حفظكم الله، هل تود انطلاق الله يحفظكم في الجزء الخاص بآخر هذه الجلسة؟ الحقيقة القلب فيه غصة صغيرة كذا إنه إحنا حنخلص الشيء الجميل هذا، ولكن إن شاء الله عزاؤنا أننا سنبدأ العمل مباشرة. هو ليس آخر اللقاء بكم، ولكن هذه الورش كانت جميلة وأتت على ضمأ يعني في القلب. تفضل دكتور. تفضل دكتور سلطان. طيب طبعا الشكر لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقه المدينه المنوره وسمو نائبه
للتوجيه للجامعة بإقامة هذه الورشة، ونشكر سمو صاحب السمو الملك الأمير سعود لرعايته الكريمة لهذه الورشة وحضوره ومتابعة لأعمالها. الشكر يمتد إلى جميع الضيوف الذين شاركونا بمداخلاتهم وبما أرسلوا لنا من توصيات ومن مقترحات، ولمعالي مدير الجامعة ورئيس الجامعة لمتابعة الحثيثة لنا جميعا. وإن شاء الله تعالى دكتور ماجد الماجد يعلن الساعة الرابعة التوصيات، لأنها في التوقيت الساعة الرابعة، وربما بعض المهتمين قد يدخل للتوصيات لأهميتها بالذات ممن شارك في الورشة الأولى، فستنطلق التوصيات إن شاء الله تعالى بعد دقائق إن شاء الله، دقيقة أو دقيقتين، ويبدأ الدكتور ماجد الماجد جزاه الله خير. شكرا لكم. إذا كان من كلمة يعني وعلى فقط للدكتور ماجد يعني أن يكون مستعد إن شاء الله تعالى يعني دقائق، يعني نودي أيضا كذلك من الأخوة الزملاء خاصة المحاضرين يعني إذا كان هناك يعني أيضا مبادرات أخرى يمكن أن نطبقها في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمانة نحتاجها وتجدون جامعة طيبة معكم يعني في إعدادا وإشرافا ومتابعة، ولا شك أن مدينة المصطفى هي ما هو أفئدة كثير من المسلمين وأنتم بالذات، وبالتالي في تصوري نحتاج لها مبادرة كذا خلينا نقولها يعني بالعربي يعني غير شكل زي ما يقولوا أخواننا في 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 أماكن أخرى، تكون مخصصة ومفصلة للمدينة المنورة، يعني سواء توجها سواء أهدافا سواء آلية عمل سواء الشراكات الموجودة فيها. في تصوري أن نستطيع أن نعمل عدد المبادرات هذه الموجود بهذا الشكل، فلعل يعني حقيقة الأخوات الأستاذة نور الدكتور جواهر وأيضا الدكتور خالد وأيضا المهندس نواف وأيضا يعني حقيقة الأخوة الزملاء المهندس أنس كان قبل قليل أيضا في محاضراته السابقة، الأخوة البقية، أنا أعتقد نستطيع أن نعمل بزنس موديل للمدينة المنورة بتركيبة معينة وبشكل معين، تكون جميع يعني عناصر النجاح متوفرة فيه بإذن الله تعالى، لأنها المدينة المنورة أول.